juntos de novo. كان بينا مسافة واضحة ومتشافة وقته عشنا كان أملي كبير نرجع يوم ونعيد الأيام اللي بدأنا ورسمنا في بلاد الأحلام جنطوش اهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام وصباح الخير على حضراتكم. هنكون مع حضراتكم في هذه التغطيه الجديده على شاشه اكسترا نيوز. اكون مع حضراتكم انا دعاء جد الحق وزميلي باسم طبانه. صباح الفل عليك. صباح الخير يا دعاء. صباح الخير عليك. وبالتاكيد مشاهدي الكرام ان احنا كلنا عايزين نتعرف اكتر على ابرز فعاليات النسخه الرابعه لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، واللي شاهد في اليوم الثاني العديد من الجلسات والفعاليات المهمه اللي طبعا بتاكد على نجاح الحدث المصري، خاصه مع ردود الفعل الدوليه على جلساته ونقاشاته، واللي طبعا وضعت مصر في بؤره الاحداث العالميه الاهم. بالظبط يا دعاء. ويعني قبل ما ابدا بس اصبح على حضراتكم صباح الخير مشاهدينا من كل مكان في العالم، سواء من مصر او من اي مكان تاني. صباح الخير مع اكسترا نيوز. يا رب يوم سعيد ويوم كله اشراق وتفاؤل. بالاضافه للي انت قلتيه يا دعاء على منتدى شباب العالم، التنظيم الجيد حظى باشاده كبيره جدا الحقيقه، والتطبيق الاحترافي خلينا نقول للاجراءات الاحترازيه. وبعدين النسخه الرابعه من منتدى شباب العالم اللي بتعقد حاليا في مدينه شرم الشيخ تحت شعار العوده معا او باك توجذر، برعايه ومشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن اكدت التطبيق الامثل لشعار النسخه الحاليه اللي هو باك توجذر او العوده معا، مع تصدي الجلسات في اليوم الثاني للمنتدى بالامس للعديد من القضايا، قضايا اللي بتهم العالم والبشريه باكملها، ابرزها يمكن كانت جلسه الطريق من جلاسكو الى شرم الشيخ لمواجهه التغيرات المناخيه، مع خطوره الرسائل اللي بعثها كوكب الارض لقاطنيه، واللي فرضت تحركات لمواجهه ازمه المناخ. على ذكر الرسائل التي بعثها كوكب الارض الى قاطنيه، كان في اخر الفيلم التسجيلي في هذه الجلسه تحديدا كوكب الارض وكانه بيتكلم وبيقول اغسلوا ايديكم مما تفعلوا به.
يعني كوكب الأرض خلاص ضج يعني باختصار. لكن عموما مشاهدينا الكرام خلونا نكمل حديثنا، وإن الجلسة ناقشت العديد من القضايا المناخية والبيئية، من استعراض ميثاق جلاسكو للمناخ إلى استعراض نقاط القوة والضعف فيه من منظور الدول الإفريقية، مع تأكيد على تحركات مصر الاستباقية والسريعة لمواجهة التغيرات المناخية حسب ما أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلته. ده بالإضافة إلى أهمية الجلسة مع تصدي مصر لاستضافة وتنظيم مؤتمر المناخ المقبل COP27 والذي يعقد خلال العام الحالي بمدينة شرم الشيخ أيضا. يعني قبل ما ننتقل للفعالية الأخرى من جلسات الأمس في منتدى شرم الشيخ في النسخة الرابعة يا دعاء، يمكن اللي أنت ذكرتيه وهذا التصور أنه هو كوكب الأرض بيحاول أنه هو يعني بيشتكي أو بيقول لقاطنيه يعني ارحموني من اللي أنتم بتعملوه فيا، فعلا الإنسان هو أكتر عدو لكوكب الأرض على مدار تاريخه. يعني يمكن ما فيش تغيرات كبيرة حصلت على مدار تاريخ البشر، يعني كل ما بيزيد التطور كل ما بيزيد التلوث وكل ما بيزيد المشاكل اللي موجودة على كوكب الأرض. الحقيقة الموضوع ده مهم جدا، وعشان كده خلينا ناخد هاتفيا الأول الكاتب الصحفي أستاذ أشرف العشري. صباح الخير أستاذ أشرف، منورنا. صباح النور. صباح الخير على حضرتك. يعني يمكن واحنا بنتحدث عن التغيرات المناخية وهذه الأهمية، لأن الموضوع بقى مؤثر في كل الدول، ما فيش دولة بمنأى عن التغيرات اللي بتحصل وتأثيرها على هذه الدول. تأتي أهمية هذه الجلسة حضرتك شفتها إزاي بالأمس؟ كل تأكيد كانت من أبرز الجلسات وجلسة رئيسية وفيها نقاشات حيوية تمتعت بكثير من الديناميكية في النقاش، خاصة أنها تمثل أو تعد ظروفة لمؤتمر كوب 28 كوب 27 28 المنتظر في شهر نوفمبر القادم في شرم الشيخ، حيث أن هذا المؤتمر سيمثل بالفعل بداية عطافة دولية واهتمام دولي للتعاطي مع الأزمة بلغت أهمية وبشكل تحدي الأكبر للمجتمع الدولي في السنوات الماضية وفي المستقبل القادم، وهي أزمة التغيرات المناخية. وبالتالي ما حدث من نقاشات الأمس ربما يشكل خريطة طريق لمضمون عناوين وورش العمل في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ القادم في نهاية هذا العام، باعتبار أن المخرجات والنقاشات تمتعت بكثير من الطرح، تمتعت بكثير من الرؤى والأفكار التي يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بتوفير الحد الأدنى من الاهتمام الدولي بامكانية أن يكون هناك بالفعل حضور على مستوى المجتمع الدولي متعدد الأطراف ودولي وتعاون جماعي لامكانية وضع حد أو على الأقل بدء العمل بشكل جدي لمعالجة كل ما يتعلق بالأزمات المناخية التي بما لديها من سلبيات وتأثير على حياة الإنسان على كوكب الأرض، خاصة أن هناك طروحات مصرية عديدة طرحت في قمة 27 في جلاسكو في بريطانيا نهاية العام الماضي، وتم بالفعل نقشتها بالأمس وما قاله وما أكده الرئيس من اهتمام الدولة المصرية في السنوات الخمس الماضية بوضع خريطة طريق للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية، كان أبرزها تغيير استخدام الغاز في كوقود السيارات بالإضافة إلى رغبة مصر أول سيارة كهربائية في عام 23، بالإضافة لإنفاق أكثر من 80 مليار جنيه في تطهير ومعالجة البحيرات المصرية للحد من التلوث وأيضا توفير. وكمان تم الحديث عن تبطين الترع، إنها أيضا من ضمن الإجراءات التي تمت في مصر، وكل ده في إطار الحفاظ على البيئة. بكل تأكيد، لأن هناك اهتمام مصري، كان هناك وعي كبير وإرادة رشيدة وحوكمة كبيرة من قبل الدولة والرئيس ومبادرات في هذا الطرح، مبادرات رئاسية لعبت دورا كبيرا في بدء اهتمام المصريين وتحولهم بشكل جماعي وبشكل كبير نحو توفير استحقاقات الحضور وأيضا التحرك والحركة المصري للتعاطي مع ما يعرف التغيرات المناخية. يعتبر أن مصر وقعت على اتفاقية مناخ في باريس عام 2015 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن هنا يبقى هذا الطرح المصري كنماذج وامثله يجب على المجتمع. هو اللافت للانتباه استاذ اشرف وعذرا على المقاطعه، ان مصر من الدول اللي يمكن الانبعاثات الضاره بالبيئه نسبتها ضئيله جدا، ومع ذلك مصر خطت خطوات كبيره جدا في اطار ان يبقى في استخدام للطاقه النظيفه بنسبه اكبر. يعني محطه بنبان العالم كله بيتكلم عنها لأنها محطة غير مسبوقة على سبيل المثال، الاقتصاد الأخضر بقى الحديث عنه كثيرا جدا والإجراءات الخاصة به كثيرة جدا في مصر، بالرغم من أن الانبعاثات الكربونية الخاصة بمصر هي
نسبتها لا تذكر تقريبا. تعليقك على هذه الفكرة ان احنا بالرغم من اننا غير مضرين للبيئة الا اننا بنسير على هذا النهج، تأثير ده على كوب 27 القادم ما هو؟ كل تأكيد هذا الحراك المصري المبكر كان أخذ في الاعتبار لما وقعت فيه كثير من دول المجتمع الدولي وخاصة الدول النامية من أخطاء فيما يتعلق، أو حتى الدول الصناعية الكبرى مرتكب كثير من الأخطاء الخاصة بالعبث بحياة الإنسان على كوكب الأرض. كانت الدولة المصرية حريصة، لديها فكر واستراتيجية وأيضا طروحات مستنيرة فيما يتعلق بتوفير أفضل أسلوب للحياة الكريمة للمواطن المصري، وبالتالي بدأت مرحلة إصلاح اقتصادي شامل ليس فقط فيما يتعلق بالبنية الخاصة بالاقتصاد، لكن فقط حتى فيما يتعلق بكل ما يوفر حياة صحية آمنة للمواطن المصري ويوفر بيئة عمل ملائمة ومنسجمة مع التطلعات وطموحات القيادة السياسية من أجل بناء دولة العمر إلى المستقبل في مصر، وأيضا من أجل الوصول إلى الدولة أو ما يعرف بالجمهورية الجديدة، حتى تستطيع مصر أن تتمتع بكافة مقومات ومواصفات النجاح على المستوى الاقتصادي بنيويا ومناخيا، وحتى توفير الظروف الملائمة والمنسجمة للحفاظ على حياة المصريين. وهذا يشكل فكر مبكر للقيادة المصرية أننا لابد أن نصارع الزمن، وأيضا يكون لدينا درجة كبيرة من الحضور عبر مبادرات، عبر استحقاقات، عبر أفكار خلاقة تلعب دورا كبيرا في توفير قدر كبير من التحقق للنجاح داخل الأرض المصرية. طيب أستاذ أشرف، يمكن ما نقدرش نتكلم على التغيرات المناخية ومواجهة مصر لي أو تصديها بإجراءات فعالة على الأرض لمواجهة هذا التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية وأيضا نسبة التلوث في الجو من غير ما نتكلم عن التجربة المصرية في تحويل السيارات من العمل بالسولار وغيره من الوقود الغير صحي إلى الغاز الطبيعي. هذه التجربة والحقيقة أن فيها أرقام كبيرة جدا اتحققت ولسه بتتحقق على مدار الفترة القادمة إن شاء الله. كمان السيد الرئيس ذكر في هذه الجلسة أثناء مداخلته أن في سنة 2023 بإذن الله، اعتبارا من هذا العام 2023، هيبقى فيه العمل على أو إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية. ياريت حضرتك توضح لنا هذه النقطة. كل تأكيد النجاح في توفير الغاز في الشرق المتوسط وجعل مصر دولة كبيرة وربما تكون الحرنة الأكبر أو المنتج الأكبر للغاز في منطقة الشرق الأوسط في الماضي القريب في المستقبل القادم بشكل كبير بفضل اكتشافات اللي تمت في الشرق المتوسط. أعتقد أن هذا أعطى الدولة مزيد من الزخم والنجاح وشجع على مبادرات كبيرة لإمكانية الاستفادة القصوى لكل المواطنين وكل أبناء الشعب المصري من حصيلة هذه الاكتشافات الغازية. وبالتالي بدأت الدولة بقوة، بدأت القيادة تطلب مبادرات رئاسية على تحويل السيارات وتوفير حتى القدرات المالية والإمكانيات من قبل الدولة وخزينة الدولة والموازنة العامة للبدء في تحويل السيارات لاستخدام الغاز لتقليل انبعاثات الغازات السامة من خلال استخدام البترول أو النفط. وبالتالي هذا الأمر أدى لأن يكون هناك مبادرات إيجابية تستمر فيها الدولة بشكل سنوي، وسنوية تزيد الحصيلة للمستفيدين من هذا الطرح ومن هذه المبادرة، بالإضافة لأن هذا الأمر أخذ في الاعتبار أيضا بدء الاستعداد من خلال توفير البنية الهيكلية التحتية لصناعة السيارات لبدء صناعة سيارات كهربائية عام 23، رغم أنها مكلفة وتحتاج إلى تقنيات خاصة، لكن يبدو أن العزيمة والإرادة والمبادرات الرئاسية كانت شجاعة ولديها كثير من الحضور في معالجة كل المعوقات أو التحديات من أجل توفير المناخات اللازمة لوصول مصر إلى صناعة السيارات الكهربائية. وحدث هذا بحد ذاته يمثل انطلاقة كبيرة للنجاح على مسارات متعددة، أهمها أو على الأقل شاغلها الأكبر هو الاهتمام بحياة وصحة المواطن المصري وتوفير حياة أكثر رفاهية ونجاحا للدولة المصرية باعتبارها أنها تضع أقدام راسخة على تطور والتقدم نحو الأمور المستقبل بشكل فيه كثير من الكفاءات المهنية والمبادرات الرئاسية الناجحة. ومن هنا هذا التحول الذي أعتقد في العامين الماضيين وبعد قمة المناخ في شرم الشيخ نهاية هذا العام لها ما بعدها من استحقاقات مصرية ودولية، خاصة أن هناك طروحات عديدة طرحها الرئيس حكومة جلاسكو في بريطانيا في نهاية العام الماضي، وهي توفير 100 مليار دولار بالمجتمع الدولي للدول النامية والفقيرة حتى نعالج ما سببت فيه الدول الصناعية الكبرى من آثار جسيمة من خلال ثورتها أو من خلال خدماتها
الطاقة وأيضا الوقود الأحفوري وتأثيره السلبي في ثاني أكسيد الكربون وغيرها من المعادلات غير المنسجمة مع حياة الإنسان على كوكب الأرض. وبالتالي نعم. هذه المبادرات سيكون محور نقاشات وحوارات في قمة شرم الشيخ في نوفمبر القادم. نعم، الكاتب الصحفي أشرف العشري، شكرا جزيلا لحضرتك. ينضم إلينا أيضا الكاتب الصحفي باليوم السابع محمد الجالي. صباح الخير. وعلى كل السادة المشاهدين صباح الخير. واحنا بنتكلم على المنتدى في الحقيقة طبعا، واحنا بنتكلم على قضية المناخ، هي قضية هامة جدا، لكن ما كانش اليوم مقتصر فقط على قضية المناخ. واحنا بنتكلم على حقوق الإنسان، ودي مش المرة الأولى اللي سيادة الرئيس بيتكلم بهذا الشكل عن فكرة ضيوف مصر، واحنا ما عندناش لاجئين، واحنا عايزين نحافظ على الضيوف بيتم معاملتهم كبقية المواطنين المصريين، وإن مصر مش هتبقى وكأنها يعني نقطة للانطلاق لمكان آخر، لا دي بلدكم وانتوا قاعدين معانا زي ما احنا قاعدين بالظبط. تعليقك على هذه النقطة إن هي مش أول مرة كمان تتقال. يعني خليني قبل ما في البداية قبل ما ادخل في قصة حقوق الإنسان والجلسة الخاصة بنموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان، نشيد بهذه الأجندة المتنوعة والمكتظة بالفعاليات واللي بتغطي كل التفاصيل اللي ممكن نتوقعها، واللي هي كانت يعني أكثر من واقعية. نحن إذا كنا نتحدث عن أجندة في 2022 عن الجائحة، عن الأمن الغذائي، عن المناخ واستعدادات مصر من لتنظيم مؤتمر المناخ نهاية هذا العام، ثم بعد ذلك اليوم لدينا عدد من الجلسات المهمة سواء كانت حول التجارب التنموية في مواجهة الفقر أو دور المؤسسات الدولية في دعم التعافي من جائحة كورونا ومستقبل العمل وريادة الأعمال في عالم أيضا ما بعد جائحة كورونا، هناك المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات، كل هذه الأحداث وغيرها طبعا من الفعاليات المتزامنة مع ما يحدث في القاعات والجلسات سواء التي كان يحضرها الرئيس او التي يحضرها المسؤولون من كل مكان او الشركاء الدوليين. فيما يتعلق برسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس في موضوع حقوق الانسان، فهو يعني كان واضحا كاشفا يوجه الرسائل المباشره دون يعني اي تزييف للواقع البصري، يتحدث الى المجتمع الدولي دائما، وما قاله الرئيس بالأمس هو ما يقوله للمسؤولين الدوليين الذين يلتقيهم سواء في مصر أو في ما عشان كده كنت بقول، ودي مش المرة الأولى اللي بيتكلم فيها وبيؤكد على النقطة دي تحديدا. بالفعل أنتم بتتحدثوا سواء يعني يعني كنا مرة في زيارة للمجر، وكان في زيارة للسيد الرئيس، ورئيس وزراء المجر يعني وجه رسالة إلى الرأي العام سواء عنده أو للمصريين، وقال ليس كل ما يسمع يعني يتفق، أو ليس كل ما يقوله الغرب يتفق مع الوضع في بلد آخر. وبالتالي كان الرئيس يتحدث عن أن حقوق الإنسان، مبادرة حياة كريمة مثلا الأكبر في العالم والتي ستغير واقع 60 مليون مصري، دي حقوق إنسان لما وفر للناس مياه نظيفة، وفر للناس يعني صرف صحي، أوفر للناس كل المقومات والخدمات اللي تمكنهم من الحياة، دي حقوق إنسان. ولكن بمناسبة يا أستاذ محمد، وأنا أسفة على إني بقاطع حضرتك، لكن حياة كريمة تحديدا داخلة في كل المجالات، يعني في الجلسة المتعلقة بالمناخ كان برضو بيتم الحديث عن أن حياة كريمة من ضمن أهدافها هو الحفاظ على البيئة. عندما نتحدث عن حقوق الإنسان هنلاقي أن برضو حياة كريمة من ضمن أهدافها هو الحفاظ على حقوق الإنسان. إذن إحنا بنتكلم على مبادرة أو مشروع داخل في كل المجالات تقريبا، ومفروض أنه هو بيحافظ على كل المجالات. لو أنا هحط عنوان صحفي فعلا، إحنا الحياة كريمة هذه المبادرة بنباهي بها الأمم، يعني مبادرة حياة كريمة نحن في مصر نباهي بها الأمم، لأن ما فيش أي حد اقتحم هذا الملف. يعني حتى في الظروف اللي مرت بها مصر سواء بعد 2011 أو قبله من انهيار الخدمات وكل شيء، إن حد يقتحم هذا الملف في الظروف والإمكانيات اللي عاشتها مصر ثم يصر على إن كل قرية في مصر
يكون فيها كل الخدمات، من يعني بنية تحتية، من مياه نظيفة، من رصف طرق ومحاور وإنترنت، كل ده ما كانش فيه. يعني في عقود سابقة ما سمعناش حد فكر الفكرة دي. فدي مش حقوق إنسان، ده دي أكبر حقوق إنسان، بل بالعكس يعني دي أيقونة حقوق الإنسان. لكن للأسف العالم يعني بره بيركز على جزء واحد بس متعلق ب الحريات او الحق. دعنا نتوقف هنا بعد اذن حضرتك استاذ محمد عند نقطه الحريات وعند عن التركيز على نقاط محدده بعينها وحصر حقوق الانسان فيها. ويمكن في هذه الجلسه نموذج محاكاه مجلس حقوق الانسان الدولي بالامس، كلام السيد الرئيس كان واضح جدا، كان مباشر، كان بيتحدث فيه عن ان ما ينفعش ان هو يتم المقارنه بدولة ممكن نسبة النمو السكاني فيها عالية جدا مع دول نسبة النمو السكاني فيها ثابتة إلى حد كبير على مدار 30 و40 سنة سابقة، ونتكلم على أن هو نفس اللي يناسب هذه الدول هو نفس اللي يناسب هذه الدول. في نفس الوقت برضو حصر يعني أن فكرة حقوق الإنسان أن هو النموذج اللي يمكن ذكر السيد الرئيس فيه مرات سابقة وهذه المرة أيضا، أن ممكن يكون في نوع من أنواع الاستعلاء، أن أنا أحدد اللي يناسب مجتمعي واللي يناسب الفكر والوعي ونسبة الوعي ونسبة الثقافة وغيره من حريات وحقوق وغيرها، وأقول هو ده النموذج المثالي اللي لازم يطبق في كل أماكن في العالم مع عدم الأخذ في الاعتبار مع اختلاف التحديات الكبير. صح بالفعل. يعني احنا خلينا نقول ان رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس لم تتغير، هي الرسائل المباشرة منذ أن جاء وتولى المسؤولية. يعني احنا ما بنداريش وشنا، دي الرسائل دايما الرئيس بيقولها سواء أمام الجمعية العامة المتحدة، واحنا عارفين ده محفل دولي عامل ازاي، في منتدى شباب العالم، في الاتصال والتواصل. حضرتك اتكلمت في 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 في, في نقطه في نقطه مهمه جدا، وهي انه او في الاول يعني موضوع اللاجئين. يعني مصر الدوله الوحيده اللي ما فيهاش مخيمات وما فيهاش معسكرات. هو سياده الرئيس اكد على ان هي ما فيهاش لاجئين، هو فيها ضيوف. بالفعل يعني انت بتتعامل معهم كمواطنين مصريين، بياخدوا الرعايه الصحيه اللازمه، بيتقاسم معك المعيشه. يعني بل بالعكس ده يعني الاخوه المواطنين من دول اخرى يعني عانت من صراعات ومناطق نزاعات، وللاسف يعني بلادهم شافت الدمار والخراب، وموجودين هنا في مصر بيتملكوا وعندهم يعني محلات ومشاريع وشغال معاهم مواطنين مصريين. ده ما بيحصلش في اي دوله في العالم. احنا لا، هتيجي هتكلمنا عن حقوق الانسان، تعالى بقى نقعد ونشوف ونتكلم ونشوف مين عمل ايه. يعني احنا لو جينا الدول اللي بتتشدق بحقوق الانسان في اي دوله، احنا بنشوف عندهم مشاكل سواء من حيث اللون، من حيث العرق، وشفنا حتى في ملاعبهم والهتافات العنصريه اللي كانوا بيهتفوا بيها. وحتى إذا سمحت لي أستاذ محمد، يعني حتى فكرة الحقوق الأساسية أو الحريات الأساسية لما دايما بيتحدثوا عنها، وده كان برضو ذكر بالأمس، إن هو في حاجات لا يمكن المساس بها، حرية التنقل، حرية الاتصالات وغيره وغيره، لما جت جائحة أو أشكال من التحديات المختلفة الغير معتادة، هذه الدول يعني ضربت بالحائط كل هذه الحقوق ومشت بشكل مختلف تماما على عكس ما هي بتدعو إليه. يعني فكرة أقصد أن اختلاف التحديات لازم يكون معها أيضا اختلاف في التطبيق أو المفاهيم، خلينا نقول، والأولويات لحقوق الإنسان. بص احنا مش هندروشنا في اختلاف في كل شيء. يعني ما يتوافق معهم لا يتوافق معي. أنا ما ينفعش كمجتمع شرقي وعندي هوية وعندي تعاليم دينية سواء مسيحية أو مسلمة أو حتى يهودية تيجي تفرض علي أشياء مثلا زي حاجات كتير هم يعني عندهم متاحة وعادية جدا ولا يتوافق معايا ولا يتوافق مع الفطرة الإنسانية حتى أصلا اللي خلق بيها ربنا الخلق. فبالتالي لا، ما تجيش تكلمني في حق واحد وانت واكل كل الحقوق الثانية. لا، تعالى كلمني في حياة كريمة، تعالى كلمني في المشروعات الكبيرة، تعالى كلمني في دولة صلبة ودولة قوية في ظل انهيار حواليها، ويعني دول كتير اتقصقص ريشها حواليها لو هنتكلم بالعاميه المصريه يعني. تمام. بهذا المعنى. ف
فلا يعني انت النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس وضع الجميع امام مسؤوليات، حتى سمعنا من ضيوف منتدى شباب العالم وما يتكلموا ازاي، ويمكن حتى عدد من المواقع الصحف اجرى على هامش الجلسات حوارات مع المسؤولين بيأكدوا على ان التجربه المصريه تجربه ملهمه تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان الرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا يعني اتخذ مبادئ ساميه ويعني افكار مهمه جدا. يكفي انه قضى على التطرف، يكفي انه يواجه هذا التنظيم الذي يعني يمول من امبراطوريات في العالم، وبالتالي استطاع ان يعني يتجاوز بمصر هذه الازمات ويعني يغدو بها الى بر الامان. وبالتالي لو مصر كانت بتعاني وفقا للافكار، لو احنا بقى هنضمن هذه الافكار المجتمع الغربي واقف عليها بالوحده، ما هو ده اللي عمل 2011 تزييف الواقع، محاوله اقناع الشباب بان الحياه ورده عندهم وان احنا عندنا في ماساه. لا، اللي بيقوله الرئيس السيسي هو الاصل، هي المشروعات، المبادرات، الحوار مع الشباب زي ما احنا بنشوف النهارده. تمام. واحتمال يبقى فيه بكره، والنهارده برضو هنشوف رسائل مهمه جدا في كل الجلسات اللي احنا بنتكلم فيها، سواء في الفقر او في الامن الغذائي او في اي حاجه. وهنشوف جلسات يعني والموضوعات. نعم، يعني دايما الرسائل بتكون واضحه وبتكون قويه، وده اللي هننتظر نشوف النهارده هذه الجلسات هتثمر عن ايه ان شاء الله. وشكرا جزيلا لحضرتك الكاتب الصحفي في اليوم السابع استاذ محمد الجالي على هذه المداخله، شكرا. ومشاهدينا الكرام، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الفرصة ما زالت موجودة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وده من خلال الاعتماد على الطاقة النظيفة. خلال كلمة له خلال في جلسة نقاشية تحت عنوان الطريق من غلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ في نسخته الرابعة، أكد سيادة الرئيس أن آليات العمل الإنساني تستطيع التعامل مع أزمة التغيرات المناخية. طيب، للمزيد من المعلومات بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور السيد صبري استشاري التغيرات المناخية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني يمكن صورة واضحة جدا مع بداية جائحة كورونا لما بدأ الإغلاق في عدد من الدول، وناس كانت بتقعد حتى لو ما فيش إغلاق كان عدد كبير بيقعد في المنزل لو مش مضطر أنه هو ينزل. شفنا كوكب الأرض كله التغيرات اللي حصلت فيه من ناحية البيئة ومن ناحية المناخ، شفنا اللون بتاع المية في البحار والمحيطات وفي حتى مجاري المياه إزاي اللون بتاعها اتغير، شفنا الهواء إزاي بقى أفضل وأنقى، شفنا نسب التلوث اللي نزلت بشكل كبير جدا، شفنا وده كله من شهر أو شهرين بس البشرية يعني خلينا نقول وقفت الأسباب الرئيسية بتاعت التلوث اللي موجوده. وبالتالي بتاتي من هنا اهميه ان احنا نشوف قد ايه الانسان بيؤثر بشكل كبير جدا على التغيرات المناخيه، وايضا الرسائل اللي كانت موجوده في هذه الجلسه يا ريت حضرتك تحدثنا عنها. هو الحقيقه طبعا بالنسبه لموضوع الجلسه بتاع التغيرات المناخيه كانت جلسه هامه جدا، ودي تمت برضك في اطار استعداد مصر لاستضافه مؤتمر الاطراف لتغير المناخ كوب 27 في شرم الشيخ في نهايه هذا العام ان شاء الله. هي طبعا تناولت اثار تغير المناخ وكيفيه التصدي له وتجربه مصر في موضوع التصدي لتغير المناخ كتجربه رائده. والحقيقه طبعا تم تناول العديد من الموضوعات، وزي ما اشار السيد رئيس الوزراء وعقب على ذلك السيد رئيس الجمهورية بأن موضوع التغير المناخي مصر أخذته باهتمام شديد منذ البداية، ويعني بدأت من فترة بالإضافة إلى مشاركتها الفعالة في المفاوضات الخاصة باتفاقية تغير المناخ من عام 92، ثم في 2015 اتفاقية باريس. وعلى التوازي كانت مصر بتعد نفسها لهذا الموضوع، فقامت يعني
تطوير البناء المؤسسي للتعاون مع قضية تغير المناخ بإنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية وتقوية يعني العناصر الأخرى الموجودة في الوزارات الخاصة بتغير المناخ، وأيضا في وزارة البيئة الإدارة المركزية للتغيرات المناخية. كل هذه الأنشطة الخاصة بتطوير البناء المؤسسي للتغير المناخ وكبه على التوازي يعني برضه جزء. طب دكتور سيد، ممكن حضرتك يعني تاخد نفسك براحتك بدل ما حضرتك متضايق في الحديث يعني، ولحد ما حضرتك تقدر ان حضرتك تكلمنا بشكل اكثر وضوحا، خلينا كمان يعني او نحطها في الاذهان ان احنا من ضمن الحاجات اللي عايزين نفكر فيها. دعنا كده نتخيل لو العالم توقف عن كل اضراره الى البيئه، هل كوكب الارض من الممكن ان يعود الى ما كان عليه، والمناخ العالمي يعود إلى ما كان عليه في السابق، ولا هو اللي حصل حصل وكل الإجراءات بقى اللي بتتم دلوقتي هي بتتم عشان ما يبقاش فيه ضرر أكتر من كده؟ تمام، هذا يعني الموضوع ده مهم جدا. لو اللي حصل في موضوع الكوفيد 19 من تحسن في البيئة صح، أظهر إن العالم لو توقف أو قلل كثير جدا من معدلات التنمية بتاعته فسيكون هناك تحسن كبير في البيئة وأيضا تحسن في موضوع تغير المناخ. لكن العودة إلى ما كان سابقا في موضوع تغير المناخ وأثار تغير المناخ هيكون من الصعوبة بمكان هو الهدف، بس ممكن يعود بنسبة على الأقل. ده اللي حضرتك بتتكلم فيه، يعني يحصل تعافي بنسبة، ولكن على المدى البعيد يستمر هذا التعافي ويأخذ وقت طويل. ليه؟ لأن يعني المشكلة أنه في كمية كبيرة جدا من غازات الاحتباس الحراري موجودة في الغلاف الجوي، ودي بتأخذ وقت طويل، لها عمر كده بحيث أنها تتحلل وتقل. لكن الكلام ده كلام إلى حد كبير يعني نظري وتفاؤلي، لسبب أن ما فيش حتى الان ما فيش يعني دوله هتحد من معدلات الزيادة بتاعتها بقدر كبير. من عشان كده كنت بقول لحضرتك دعنا نتخيل، يعني هو بدايه الحديث دعنا نتخيل ماذا لو. لو تخيلنا ده يبقى حاجه جميله جدا، وده اللي هو بيهدف فيه يعني الناس اللي قالوا ان ما نزيدش في ارتفاع درجه متوسط درجه حراره الارض عن 1.5، ده بنعتبرهم متفائلين جدا، لانه في الوقت الحالي المتوسط درجة حرارة الأرض ارتفع بمقدار 1.1، وبعض الأماكن 1.2 درجة مئوية، يعني إحنا بنقترب من 1.5 اللي هو بيقولوا ده يعني حد بداية الخطورة. أو 2 درجة مئوية برضك يعني يبقى ماشي، وهذا ده يتطلب يعني اتباع إجراءات كثيرة جدا للحد من الانبعاثات، وده طبعا بيقابله موضوع التأثير على التنمية والأنانية بتاعت بعض الدول الصناعية إنها مش عايزة تقلل من هذه المعدلات العالية في التنمية. دي نقطة مهمة دكتور السيد، يعني اسمح لنا نتوقف عندها للحظات. الأيام السابقة والفترة السابقة والأعوام السابقة الطويلة أثبتت أنه ما فيش دولة تقدر أن هي لوحدها منفردة تعمل تأثير كبير في التغير المناخي، أو توقف خلينا نقول وتيرة التسارع أو وتيرة اللي هو ازدياد الحرارة بتاعة الأرض. وبالتالي هنا يعني ما فيش حل غير التضامن الدولي والتعاون الدولي علشان الموضوع ده يحصل. الموضوع ده في ايد ممكن الحكومات اكتر، في ايد متخذي القرار اكتر، اكتر منه في ايد المواطن العادي او الشخص المستهلك العادي. من هنا بتيجي اهميه، احنا بنتكلم على منتدى شباب العالم وبنتكلم على شباب هم اللي هيقودوا في المستقبل القريب وهيكون هم اللي بيتخذوا القرارات في بلدانهم. اهميه الجلسه دي واهميه التشاور اللي بيحصل ده في هذا المنتدى وغيره، بس تحديدا احنا بنتكلم النهارده على الجلسه الرابعه في منتدى شباب العالم او النسخه الرابعه، حضرتك شايفها ازاي وممكن فعلا تسهم في تغيير كبير او تاثير واقعي في التغيرات المناخيه؟ هو طبعا الشباب هو زي ما قلنا هو اللي هيقود العالم في الفتره القادمه، وبالتالي
الوعي بخطورة التغير المناخ ده مهم جدا، وده اللي يخلي الشباب وهذه الحالة وقادة الحكومات في الفترة القادمة هم اللي هيحطوا السياسات وينفذوها بالفعل بقناعة، وليس يعني الفترة اللي فاتت، لأن كان الفترة اللي فاتت كان في كثير في من التشكك لدى بعض الحكومات ولدى بعض الشباب يعني عن خطورة التغيرات المناخية، لكن احنا دلوقتي شايفين على الواقع مدى الكوارث اللي بتحصل في مناطق مختلفة من حرائق غابات لفيضانات للسيول الحاجات دي كلها بقت أكثر وضوحا، وبالتالي بتدي أكثر قناعة. هنا بقى ارتفاع الوعي لدى الشباب اللي هو زي ما قلنا هيقود العالم في القريب العاجل، فيبقى ده بيخليه. طب دكتور سيد، يعني احنا بنتكلم على ارتفاع الوعي لدى الشباب على اساس ان هؤلاء الشباب في يوم من الايام المفروض ان هم يكونوا في مكان متخذي القرار، لكن خلينا نتكلم كمواطن عادي، انا كمواطن عادي هل انا كمان عليا دور؟ هل المفروض في حاجه انا اقوم بيها ابقى كده اديت دوري تجاه البيئه؟ بالتاكيد. ايه بقى؟ حد امثله كثيره لحضرتك كده، لانه الوعي الافراد مثلا حد مثال أول حاجة مثال موظف في جهة حكومية ده من أول استخدامه للمواد أو الطاقة، يعني لو موظف قاعد ومشغل مثلا تكييف والدنيا أصلا مش محتاجة تكييف على طول والإضاءة شغالة على طول قاعد في المكتب مش في المكتب، كل ده معناها استهلاك كبير جدا للطاقة اللي هي أصلا جاية من حرق الوقود الأحفوري، وبالتالي ده بيطلع انبعاثات، ده مساهم مباشرة. هو لو عمل بقى ترشيد لاستخدام الطاقة يعني أو طول ما هو قاعد فده مش محتاج تكييف ما يشتغلش تكييف، يعتمد على إيه التهوية الطبيعية. مش محتاج إضاءة يبقى خلاص ما يقعدش حاطط الأجهزة كلها على الستاند باي، وهي طبعا في الحالة دي برضه تجيب بالك كهرباء، ده بالنسبة للطاقة. طب هندي مثل ثاني، سيدة البيت ربة البيت وهي عايزه تجهز الاكل او الطعام بتجيب مواد كثيره جدا وبعدين تحطها وتركنها، طبعا نتيجه ذلك لما تيجي تطبخها هتطلع مخلفات كثيره، المخلفات دي مصدر كبير لغازات احتباس حراري، هي لو بتجيب على القد بحيث ان ما يبقاش فيه مخلفات يبقى هنا قللنا المخلفات، قللنا الانبعاثات الناتجه منها اللي هو غاز الميثان، وبالتالي هنا برضك فهمك أمثلة كثيرة جدا. نحاول استخدام السيارات، إن أنا بدل ما كل واحد يركب عربيته يطلع انبعاثات، لو طبعا ده هنا دور فرد مع دور الدولة في النقل وسائل دخل. ما هي النقطة دي بالذات يا دكتور سيد يمكن الدولة كمان يعني اتخذت خطوات كبيرة جدا فيها في فكرة ان بقى النقل الجماعي نقل فاخر، يعني كل الدرجات حتى بتاعت القطارات كان سيادة الرئيس وهو بيتفقد القطارات كل الدرجات من اول الدرجة الثالثة لحد الدرجة الاولى كلها في الحقيقة فعلا جميلة جدا، وتخلي الناس عايزة ان هي تستخدم القطار مرة اخرى بدلا من السيارات. دكتور سيد صبري استشاري التغيرات المناخية، شكرا جزيلا لحضرتك. ومشاهدينا الكرام، بالتأكيد أن أحداث اليوم الثاني كانت كثيرة جدا، خلونا نشوف ملخص في هذا التقرير عن ما الذي حدث في اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم. تتواصل فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ تحت شعار العودة معا. فعاليات اليوم الثاني ضمت عدداً من الجلسات والأنشطة، حيث انعقدت أولى الجلسات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية. الجلسة ناقشت ميثاق جلاسكو للمناخ واستعرضت نقاط القوة والضعف به من منظور الدول الأفريقية. وخلال الجلسة عقب الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيرا إلى أن مصر تحركت لمجابهة التغيرات المناخية وتستعد لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ 2022 بشرم الشيخ. مصر زي ما تقال في التقديم انبعاثاتها من الكربون تكاد تكون لا تذكر، ولكن بالرغم من كده احنا اشتغلنا وانتبهنا لهذا الأمر
وبنتحرك فيه بقوة وبفعالية، وبنقول إن جواه فرصة. زي ما بقول كده لشبابنا، الإرادة بتاعت التغيير، إرادة التغيير الواقع بتاع هدم أو تلوث الكون اللي احنا عايشين فيه أو الأرض اللي احنا عايشين عليها. بقول لكم المؤتمر زي اللي احنا فيه والتناول الإعلامي اللي بيتم ووسائل الاتصال اللي بيتم هي عبارة عن اختار مستمر بالخطر، هيولد ثقافة لمجابهة هذا الخطر، هيتحرك من خلاله الجميع، السياسيين زي ما اتقال والتمويل زي ما بتقال والقطاع الخاص. كما تطرق الرئيس السيسي إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مضيفا أن الدولة المصرية خصصت أكثر من 80 مليار جنيه مصري لتبطين الترع وإعادة تأهيلها، فضلا عن تطوير شبكة الطرق والكباري القومية، مختتما حديثه بأن الانبعاثات التي تصدر عن مصر تكاد لا تذكر، إلا أن الدولة المصرية منتبهة لخطورة الأمر عالميا. لما جينا نتكلم على شبكة الطرق في مصر، الكثير من المتابعين لنا كانوا بيجدوا أن احنا مبالغين في حجم المشروع القومي للطرق في مصر، شايفين أن احنا بنتكلم على حارات كثيرة جدا، 6 و7 و8 حارات بنسب كبيرة جدا. طب ده كتير، ده عشان نقلل أي شكل مش أشكال التوقف للعربيات، عشان نقلل من حجم الانبعاثات اللي بتتم. كما ضمت فعاليات اليوم الثاني من المنتدى جلسة نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي بحضور الرئيس السيسي، وشمل نموذج المحاكاة جلسة خاصة بعنوان تداعيات جائحة كورونا على التمتع بحقوق الإنسان. الرئيس السيسي وخلال كلمته في الجلسة شدد على أن مصر حريصة على حقوق الإنسان على أساس عدم التمييز بين أي من مواطنيها في ضوء معتقدات تعلي من التنوع والاختلاف. احنا بنحرصين على موضوع حقوق الإنسان من منظور فكري، معتقدات احنا بنمارسها. لما بيجي نتكلم زي يعني ما تم تناوله حتى من يعني شبابنا اللي اتكلم في الموضوع أو من السيدة السفيرة مشيرة خطاب على موضوع عدم التمييز وعملية التمييز على أساس ديني أو أي أساس آخر، حتى الكلام ده احنا ما عملناهوش تحت ضغط من حد، احنا عملناه في ضوء معتقدات وأفكارنا اللي احنا بنقول فيها إن التنوع والاختلاف ده أمر احنا بنقوله أمر سنة من السنن الكونية. كما ضمت فعاليات اليوم الثاني تفقد الرئيس السيسي مكاتب رواد الأعمال ومعرض أبناء سيناء ومعرض تراثنا، كما تفقد الرئيس السيسي متحف حياة كريمة. نرجع نشوف محاضراتكم ما حدث في فعالية من أحد الفعاليات الخاصة بيوم أمس، تاني يوم من أيام منتدى شباب العالم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن دول العالم من خلال مشاركة القطاع الخاص هي قادرة على الاستفادة من الفرص الخاصة بإجراءات مجابهة التغيرات المناخية. كمان أضاف السيد الرئيس خلال كلمته في جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، قال إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتغير حياة 60 مليون مصري، وبتتضمن مشروع تبطين الترع اللي بيمتد لـ40 ألف كيلومتر من الترع، وده بتكلفة بلغت 80 مليار جنيه، وهو ما يوفر فرصة عمل للقائمين على عملية التبطين بإشراك القطاع الخاص من مصانع المواد الأساسية ووسائل النقل وغيرها. تفاصيل أكتر هيكون معانا على التليفون للأستاذ مصطفى زمزم أحد سفراء مبادرة حياة كريمة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير. أستاذ مصطفى، بعد صباح الخير على حضرتك، وقبل ما نتكلم على تعليقك على أبرز ما جاء من تصريحات لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلينا نفكر معاك كده، إيه تاني؟ حياة كريمة ناوية تعمل إيه تاني؟ لأن في الحقيقة إحنا كل يوم بنلاقي جديد، يمكن ما بيجيش على بالنا إحنا كمواطنين عاديين، لكن بنكتشف إن في حاجات مهمة جدا حصلت يمكن ما فكرناش فيها، لكن كون إنها حصلت ده لوحده إنجاز كبير جدا. إيه تاني؟
صباح الخير. صباح على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. صباح الخير. الحقيقة يمكن كل يوم زي ما حضرتك أشرتي في جديد في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في ضم لكل المبادرات الرئاسية اللي أطلقت منذ 7 سنوات لتعمل داخل الإطار الأكبر والأعظم يمكن في تاريخ مصر الحديث وفي المنطقة بأسرها. لما عملنا بعض الزيارات لبعض الدول الأوروبية وبدأنا نتكلم مع منظمات المجتمع المدني المماثلة أو الشبيهة لنفس الأنشطة اللي بنعملها في مصر، كان في حالة من الاستغراق في البداية وحالة من الترقب، هل ده هيحصل بالفعل إن في 800 مليار هيرصدوا عمل تنموي ضخم في 4500 قرية تقريبا بزمن محدد؟ وهنا كان عندهم دايما الأهم بالنسبة لهم هي إيه، مش مؤشرات القياس، إيه الكي بي آيز اللي بتعملوها عشان تبدأوا تقولوا إن ده بيتحقق بجودة وبخدمة مميزة، مش لمجرد المواطن يسكن أو يقطن الريف المصري فالخدمة بتقل عن الخدمة المقدمة للمواطنين في الحضر وكان الحد الأدنى يعني بالضبط تحدث عن الحد الأدنى للحياة الكريمة لمعايير اللي هي بتصنف الحياة الكريمة. كلام مظبوط. ويمكن بدأنا نتناقش معهم كمان قد إيه إن مصر بدخولها وتعمقها في الريف المصري وخاصة القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بدأنا نعلن عن لأول مرة يمكن في السنوات الأخيرة عن عدم وجود أي مركب هجرة غير شرعية بيخرج ليكم في أوروبا، وإن مصر كانت بوابة للهجرة غير الشرعية لبعض الدول الإفريقية. هناك رقابة وعمل على تكثيف المنابع والتجار والسماسرة اللي بيعملوا على إغواء أو انحراف بعض الشباب للغرق في البحار والخروج إلى بعض الدول بشكل غير شرعي. الحياة كريمة لما عملت مع المبادرة الرئاسية مراكب النجاة اللي أطلقتها وزارة الهجرة بتعليمات من السيد الرئيس، بدأنا نعمل على 70 قرية منهم مستهدفة كانت أكثر الكرة المصدرة للشباب غير الهجرة غير الشرعية. لما بدأ يكون في تسليم مشروعات وعمل مع الوكالة الألمانية ومع صناع الخير وحياة كريمة، بدأنا نحط إيدينا كلنا مع القطاع الخاص والأجهزة التنفيذية، تحركنا على تمويل مشروعات صغيرة، قوافل طبية، خدمات ورعاية مباشرة لأهالينا في هذه القرى. لما ننتقل على مشروع آخر وهو الأهم من نوعه الآن في تطوير الحرف اليدوية والتراثية في لأهالينا في النوبة وفي أخميم في سوهاج والفيوم وإنا كثير من المحافظات اللي كان فيها تهميش وتراجع للتراث المصري، الآن بنعمل على تصدير. احنا كنا في آخر شهرين في منتجات بتصدر لجنوب أفريقيا، اللي احنا عندنا معرض الآن في ألمانيا، بنعمل على تجهيز لمعرض آخر في فرنسا، أرمينيا، هولندا. وبالتالي التوجه الرئاسي في حياة كريمة مش فقط بنية أساسية وتحتية ولا مدارس ولا تجديد وإحلال شبكات مياه ولا كهرباء ولا رص طرق أو تبطين ترع فقط، لا حضرتك يمكن احنا وصلنا دلوقتي إلى هدف أسمى وأكبر في بناء الإنسان والثقافة والتعليم وإنشاء المكتبات. آخر مرة يمكن حضرتك شاهدتوا بعض المكتبات والنماذج اللي بدأت تدشن ويتم افتتاحها بحضور السيد الرئيس في أسبوع الصعيد، والتوجه الرئاسي أيضا لتوحيد حتى الألوان وطباء وجهات المنازل في بعض القرى. هناك قرى نموذجية هيتم تسليمها في الشهور القادمة بجانب الانتهاء من تطوير الشكل الحضاري والشكل الكامل للقرية المصرية. طيب الحفاظ على أستاذ مصطفى معلش بس في نقطة يعني مهمة هنا، لأن القطاع الخاص لما كان بيشتغل لوحده ما كانش يمكن بيقدر يحقق المرجو أو هدفه من أن هو يكون في اختلاف كبير وحقيقي لعدد كبير من المواطنين بيستحقوا طبعا خلينا نقول دعم أو مساعدة أو غيره. لما الدولة كانت بتعمل منفردة برضو ما كانش بيوصل الأمر لأن هو يفرق بشكل كبير في حياة المواطنين. التعاون اللي بيحصل المرة دي في حياة كريمة وحضرتك أحد سفرائها ما بين القطاع الوطني أو قطاع خلينا نقول الحكومي والممثل في مؤسسات الدولة المختلفة والوزارات المختلفة وفي القطاع الخاص ممثلا في منظمات المجتمع المدني بينتج فرق كبير جدا، يا ريت حضرتك يعني تلقي الضوء بس على هذه النقطة.
ده سؤال مهم جدا، ويمكن اشاره حضرتك ليه ده مطبق فعليا في داخل المبادره الرئاسيه. حاجه كريمه، كنا ما قبل المبادره الرئاسيه ما فيش استراتيجيه واضحه للعمل الاهلي ودور المسؤوليه المجتمعيه للقطاع الخاص. كان في حاله من يعني مش عاوز اسميها بالتخبط، ولكن كون كل واحد بيجتهد في اطار تفكيره او رؤيته المحدده. لكن النهارده انا بتكلم على رؤيه شامله للدوله المصريه واستراتيجيه واضحه لمده زمنيه فنتحرك جواها، فبدا يكون في قيمه مضافه. الفاليو تشين دايما بنتكلم عليه، احنا هنعمل ايه كلنا لو اشتركنا مع بعض في اطار استراتيجيه بقت واضحه للدوله المصريه، ان احنا هنقضي على الفقر في الريف المصري، هنقلل من انتشار الهجره من الريف الى الحضر، وخلق المناطق عشوائيه غير امنه. الدوله قضت على كثير منها، اكثر من 90% الان، فمش عاوزين نخلق تاني نفس المشكله، ان النهارده اهالينا سواء في البحري او الصعيد اللي بيلاقيش فرصه عمل، فمضطر غصب عنه ان هو بيسيب قريته ويبدا يتحرك على القاهره او اسكندريه او بعض العواصم الكبيره، فتخلق هذه الاماكن غير مخططه وغير امنه. وبالتالي انا النهارده بجفف هذه الظاهره وبوطن اهالينا لسكنهم في الريف المصري وخلق فرص عمل. لما القطاع الخاص بخبرته الكبيره، يمكن السيد الرئيس اشار ليها في المنتدى بالامس، ان الخبره ليست خبره قليله، دورهم كبير جدا في تنميه مجتمعاتهم. ده حصل في كل التجارب اللي احنا بندرسها الان، سواء في اسيا او في اوروبا او بعض الدول الاخرى اللي يمكن تطورت بشكل كبير في مشاركه القطاع الخاص للمجتمع المدني. وده الحقيقه الحمد لله احنا بنعمله بشكل يومي، في افتتاح مصانع وورش عمل صغيره في بعض القرى، في تسليم مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر، العمل مع البنوك والجهاز المصرفي والبنك المركزي في توفير واقراض لمشروعات صغيره بشكل كبير. ده كل الحقيقه بيغير شكل الريف المصري في تمكين اقتصادي حقيقي وتمكين اجتماعي من وزاره التضامن بكل البرامج اللي بتنشرها طبعا، وايضا برامج التوعيه عشان خاطر نحافظ على الانجاب و على الأطفالنا من الخطر أو أي أمراض لا قدر تنتشر في الريف. نعم أستاذ مصطفى زمزم، وحضرتك أحد سفراء مبادرة حياة كريمة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، شكرا لحضرتك.
تعتبر البحيرات المصرية أحد مصادر الثروة السمكية، والتي تعمل الدولة على تطهيرها وتنميتها خلال السنوات الأخيرة بإزالة التعديات عليها، وكمان العمل على تطويرها لتسهم في توفير احتياجات المصريين من الأسماك. ده بالإضافة إلى المردود البيئي الكبير لعملية التطهير، مع حرص مصر على البيئة لمواجهة التغيرات المناخية، وهو ما أشار إليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس في كلماته بجلسة الطريق من غلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغير المناخي ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم. للمزيد بيسعدنا أن ينضم إلينا عبر كاميرا أكسترا نيوز دكتور صلاح مصلحي رئيس هيئة الثروة السمكية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، صباح الخير. صباح الخير. واحنا بنتحدث عن الثروة السمكية، بنتحدث عن بحيرات مصر طبعا، بنتحدث عن مردودها على البيئة، ليس فقط على الثروة السمكية والأسماك اللي بتعيش عليها، ولكن أيضا كل الكائنات اللي بالنسبة لها وجود هذه البحيرات نظيفة ضرورة لاستمرار حياتها والتنوع البيولوجي. ريت حضرتك تكلمنا عن هذا الموضوع. في الحقيقة زي ما سعادتك تفضلت وقلت، فعلا التنوع البيولوجي اللي موجود في البحيرات المصرية والتعامل مع البحيرات المصرية بكل دقة وبكل متابعة من خلال التحليل الدوري للمياه وطبيعة المياه الفيزيقية والكيميائية والبيولوجية ومصادر المياه اللي بتدخل للبحيرة. عندنا 9 بحيرات، في منها مصادر مية عذبة وفي مصادر مية مالحة وفي بحيرات لها المصادر الاثنين. فمهم جدا عند هذه المصادر نتأكد من أن المياه جودتها كويسة لتكون صالحة للتنوع البيولوجي جوه البحيرة وللحفاظ على البيئة المحيطة، وكذلك بالنسبة للحياة المثلى للأسماك لتكون بصحة جيدة وبجودة عالية. فهذا الموضوع من المواضيع المهمة جدا اللي أشار إليها السيد رئيس الجمهورية بالأمس. وفعلا إحنا في عدة وزارات وعدة هيئات بتتعاون مع بعض بصفة دورية، سواء من وزارة الزراعة أو هيئة الثروة السمكية أو وزارة البيئة أو وزارة الري أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الحرب النووية. كل ده بيعمل تحليل دوري ومتابعة دورية للمياه وطبيعة التربة والأماكن المحيطة وكل الأنشطة المحيطة بالبحيرات المصرية للحفاظ على الأمان الحيوي في هذه الأماكن وعلى جودة المية وعلى جودة المنتج من الأسماك والتنوع البيولوجي جوه البحيرة. طيب دكتور صلاح، عايزين برضو نفسر التنوع البيولوجي داخل البحيرة بمعنى إيه؟ بمعنى حضرتك ان اللي موجود في الميه مش سمك فقط، لا، هناك كائنات عديده، كائنات حيه من الاسماك وغير الاسماك، في عندنا في قشريات موجوده، في طحالب موجوده، في احياء مائيه موجوده، في بكتيريا مفيده موجوده، في انواع من القشريات والانواع فكره من اللايف سايكل او الدوره الحياتيه الضروريه حتى المنظومه تكتمل بشكل صحيح. بالظبط، كل ده بيخدم على بعضه وبيوجد مصادر للغذاء، لان في البحيرات ما فيش غذاء صناعي كما هو في المزارع السمكيه. فالغذاء جوه البحيرات او داخل البحيرات قائم على الغذاء الطبيعي اللي هي الطحالب والفطريات والى اخره. فمهم جدا يكون في تنوع بيولوجي وتكون البيئه مناسبه لنمو هذه المغذيات بالنسبه للاسماك، والا هنلاقي النمو بتاع الاسماك ضعيف وممكن ما نلاقيش اسماك من اصله. فمهم جدا يكون في توازن بيئي وتوازن بيولوجي جوه البحيره او جوه البحيرات المصريه، وده بينعكس في الاخر على البيئه المحيطه. طيب واحنا بنتحدث مع حضرتك دكتور صلاح عن جهود الدوله اللي بتبذلها علشان ترتقي بهذه البحيرات وترجع تاني ان هي تكون بحيرات صحيه فيها ثروه سمكيه وغيرها من الانواع الحيه البيولوجيه اللي حضرتك ذكرتها، ما نقدرش ان احنا نغفل عن كلمه السيد رئيس الوزراء بالامس دكتور مصطفى مدبولي لما تحدث عن توفير 2 مليار دولار لبحيره المنزله فقط عشان ترجع تاني يعني تؤدي دورها البيئي الصحيح. مجهودات الدولة حضرتك شايفها ازاي في خلال الفترة السابقة السنوات القريبة السابقة علشان ترجع بالبحيرات لما كانت عليه قبل ذلك؟ في الحقيقة طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وحديثه عن ضرورة عودة البحيرات المصرية إلى سابق عهدها وإلى ما كانت عليه،
في العقود الأخيرة كان في عديد من التعديات اللي موجودة على البحيرات المصرية وفي إهمال إلى درجة ما، فكان في مباني، كان في ردم، كان في أنشطة مختلفة ليست لها علاقة بالبحيرات المصرية تمت في هذه الأماكن، بالإضافة إلى الإطماءات اللي تمت للبواغيز والردم اللي تم وارتفاع نسبة الملوحة في بعض الأماكن أكثر من اللزوم. فكان طبعا توجيه السيد رئيس الجمهورية بضرورة إعادة هذه الأماكن إلى ما كانت عليه، فكان في التعليمات والتنسيق بين هيئة الثروة السمكية والعديد من الجهات الأخرى بما فيها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لعمل برنامج شامل من خلال الثلاث سنوات الماضية لإعادة إزالة كل التعديات اللي تمت. كان في بحيرة المنزلة أكثر من 5250 حالة تعدي، كل هذه الحالات تم إزالتها بالكامل. كان في إطماء في البواغيز ابتدت تبقى نعيدها إلى مكانة عليه ونعيد هيكلتها. كان في نمو للحشائش والنباتات والبوص داخل هذه البحيرة تم إزالتها بنسبة 75%. كان في بعض الجزر بينمو فيها وفيها بعض الأنشطة المخالفة للقانون، كان في تهريب مخدرات، كان في يعني معظم الجرائم بتتم جوه البحيرة نظرا لكبرها لأنها أكثر من 250 ألف فدان وصرف المصانع والقمامة. فكل هذه الأنشطة ابتدت يعني تتم بالضبط بالضبط، بالإضافة إلى كان في بعض الأماكن بيتم فيها صرف صحي أو زراعي، تم إنشاء العديد من وحدات التحلية ووحدات التكرير والتطهير لهذه المياه، وبالتالي بقت نسبة المية أو جودة المية اللي بتدخل لهذه البحيرة أصبحت أفضل. وبالتالي في السنوات الثلاثة الأخيرة الإنتاج بتاع البحيرة الحمد لله من أفضل إلى أفضل. هو الجميل أن الاهتمام ببحيرة المنزلة مش بس بيدينا ثروة سمكية، لكن كمان زي ما حضرتك قلت أن حتى الأمور الغير صحيحة اللي كانت بتتم عن طريق بحيرة المنزلة توقفت. بالضبط حضرتك بالضبط. كان في العديد من الصيادين كان بيخافوا يدخلوا جوه البحيره نظرا لان كان في عنف وكان في يعني حاجات ممنوع التداول بيها، كان في اسلحه، كان في مخدرات، كان في اجرام، كان في يعني، فكل ده الحمد لله تم السيطره عليه. القوات التنميه بتوقف يعني الموضوع ما بيكونش بس امني تشتغل. لكن التنميه دايما كمان بتساعد الامن في ان هو يقوم بدوره. بالظبط بالظبط حضرتك، وده فعلا اللي بيتم دلوقتي، فيه تنسيق كامل بيننا وبين شرطه المسطحات، بين قوات حرس الحدود، بين المخابرات، اصبح فيه متابعه، اصبح فيه تنسيق، اصبح فيه يعني سيطره على كل المخالفات اللي بتتم. حتى كان في بعض الصيادين بيعمل صيد مخالف، بيعمل صيد للذريعه وده كله ممنوع، بيستخدم شباك ممنوعه، بيستخدم مواتير ممنوعه، بيستخدم حرف ممنوعه في الصيد. كل ده الحمد لله تم السيطره عليه وبقى فيه شيء من الانضباط جوه البحيره، وده بينعكس على انتاج البحيره اللي في زيادة من عام إلى آخر. تمام. وحضرتك رئيس هيئة هذا طبعا العمل ما تمش في بحيرة المنزلة فقط بس، ولكن أيضا تم في باقي البحيرات. طبعا بالضبط، عشان كده كنت عايز أعرف من حضرتك دكتور صلاح وحضرتك بصفتك رئيس هيئة الثروة السمكية، يعني كل المجهودات على مدار الفترة السابقة دي اختلفت الأرقام بالنسبة للثروة السمكية في مصر وإنتاج مصر من الأسماك على مدار السنوات السابقة، وصلنا لكام بداية من كام؟ ساعتك احنا كنا من 30 سنة تقريبا بننتج 60 ألف طن من الأسماك. احنا دلوقتي في خلال 30 سنة الإنتاج بتاعنا زاد على 2 مليون طن. طيب مقارنة بقبل مجهودات إصلاح ده إنتاج كبير البحيرات ودثورة كبيرة ونجاح كبير في هذا القطاع. البحيرات المصرية طبعا الشغل في البحيرات شغال على مدار الثلاث سنوات الماضية، فطبعا في حركة جوه البحيرات، في كركات موجودة، في أجهزة معدات تقيلة موجودة، في شغل موجود، فده بيأثر طبعا على الطبيعة الموجودة جوه البحيرة. فمتوقع إن شاء الله لما ننهي كل هذه الأعمال، يعني متوقع في بحيرة المنزلة ننتهي خلال هذا العام إن شاء الله، بحيرة البرولس متوقع ننتهي هذا العام، في بحيرة البردويل إحنا ابتدينا من العام قبل الماضي والعام الماضي وإن شاء الله ننتهي في عام 22. طبعا التحرك جوه هذه البحيرات بيأثر على عمليات التفريغ بالنسبة للأسماك المختلفة بأنواعها المختلفة. طبعًا. ومع ذلك الزيادة الحمد لله، يعني بحيرة البرولس كانت بتنتج 80 ألف طن في السنة، السنة دي بتفوق 100 ألف طن.
بحيره البردويل كانت بحيره البردويل كانت بتنتج 1500 طن، السنه دي انتجت اكثر ما يقرب من 5000 طن. بحيره المنزله كانت بتنتج حوالي 68 وبعدين 75 وبعدين دلوقتي بتفوق ال 82000 طن. فالحمد لله في زياده متوقعه، ولكن مش بالحجم الموجود، لان ما زالت الاعمال الجاريه في هذه البحيرات، وده بيأثر طبعا على السمكه ودرجه تفريخها وعدد البيض اللي بتنتجه ونجاح وبقاء هذه الزريعه في الميه. فكل طبعا العوامل كل ما تكون اهدى كل ما الانتاج هيكون اعلى ان شاء الله. طيب دكتور صلاح، عايزين من حضرتك وصف سريع كده لصوب تفريخ اسماك البلطي وتجربه الاي بي ار اس، عباره عن ايه؟ في الحقيقة حضرتك احنا طبعا زي ما حضرتك عارفة وكل المصريين عارفين ان احنا محتاجين نحافظ على وحدة المياه اللي موجودة والمتاحة للمستهلك المصري وللمزارع السمكية وللزراعة بصفة عامة وللأنشطة المختلفة. فإحنا في مصر عندنا أكتر من 200 ألف فدان مزارع سمكية. المزارع السمكية دي بتستهلك نسبة من المياه، طبعا 80% منها قائمة على الزراعة العذب، المياه العذبة، والباقي قائم على الزراعة في المياه المالحة. احنا عايزين نتجه حاليا الى زياده الاستزراع في المياه المالحه من البحر الاحمر والبحر المتوسط وقناه السويس، وعايزين نقلل استخدام وحده المياه. فكانت الفكره ادخال تكنولوجيا جديده لتدوير المياه لتقليل الاستهلاك المياه اللي موجود في هذه المزارع السمكيه. بالتعاون مع المركز الدولي للاسماك وهيئه السوق الامريكيه ابتدوا يدعمونا لبعض الوحدات الخاصه بتدوير المياه اسمها الاي بي ار اس سيستم. هذه الوحدة بنحطها مثلا على الفدان أو أكثر من الفدان، بتعمل تدوير للمية وتحلية للمية وتكرير المية وتطهير للمية، بحيث أنا لو عندي فدان حوالي أكثر من 4000 متر العمق بتاع الفدان من متر لمتر ونص، يعني بستهلك 6000 متر على الأقل مية موجودة جوه الفدان الواحد، بغير 5 أو 10% منه، يعني 60 متر يوميا استهلاك مية بالنسبة للفدان. لا، أنا دلوقتي بخلي الفدان موجود فيه المية طول موسم الاستزراع السمكي، طول فترة الأربع شهور أو الخمس شهور. والعشرة في المية دي خلاص مش هنستهلكها، تبقى لنوع الزراع السمك اللي موجود مش هستهلكها. يبقى أنا بوفر، شوف حضرتك 60 متر في اليوم للفدان في الشهر بكام؟ في الثمان شهور بتوع الاستزراع السمك، أقل مدة استزراع ثمان شهور بالنسبة للبلطي، يبقى أنا وفرت مية قد إيه. بالإضافة طبعا أن أنا ابتديت بدل ما بزرع شبه مكثف ابتديت أقسم الفدان إلى ثلاث أتلات. التلت الاولاني اللي بركب فيه الجهاز بعمل فيه استزراع مكثف وابتدى يديني ضعف انتاج الفدان نفسه، وبقيه الفدان بعمل فيه استزراع بولي كلشر او اسماك مختلفه، بوري وبورتي ومبروك والى اخره، او بعض الانشطه الاخرى، وبالتالي عظمت الاستفاده من وحده الارض وعظمت الاستفاده من وحده الميه. عملنا الموضوع ده من العام الماضي في عده محافظات، والسنه دي عملناه في محافظتين كمان، بدانا في المنزله وكفر الشيخ، والسنه دي عملنا في البحيره وفي الخشعه، يعني عندنا اربع برامج، وابتدينا نستخدمه في بعض المزارع الخاصه بالقطاع الخاص، عشان الساده اكثر من 80% من المزارع الموجوده ده قائمة على القطاع الخاص. فبنعمل لهم تأهيل وتدريب وتوعية وإرشادات، وبنشغلها عندهم عشان يكونوا عندهم قناعة كبيرة من تطوير من استخدام هذا الجهاز للحفاظ على وحدة المياه. فطبعا هيعمل ثورة كبيرة جدا في الإنتاج وثورة كبيرة جدا في الحفاظ على وحدة المياه المستخدمة للمزارع السمكية. يعني بالإضافة طبعا برضو في هناك اتجاهات أخرى، ابتدينا نتجه إلى الزراعة التكاملي علشان ما يبقاش نستخدم المياه فقط للزراعة السمكية. الأسماك على فكرة ما بتستهلكش مياه، الأسماك بتعيش في المياه وبعد كده المياه يا اما بتتغير او بتهدر. في السابق لا، احنا ابتدينا ناخد المياه دي نوديها للزراعه عشان تزرع نباتات او محاصيل، وبعد كده نديها للانتاج الحيواني والانتاج الداجيني. فبرضه في استغلال امثل لوحده المياه من خلال الاستزراع التكاملي. ابتدينا نتجه الى الاستزراع الصحراوي، ابتدينا نتجه الى الاستزراع باستخدام المياه الجوفيه، ابتدينا نتجه للاستزراع باستخدام المياه المالحه او مياه البحار. في مشروع كبير جدا جدا بنعلن عنه قريبا في هيئه الاستثمار، وهو انشاء الاقفاص البحريه في 21 موقع في البحر الاحمر والبحر المتوسط، 12 في البحر المتوسط و9 في البحر الاحمر. هتعمل ثوره كبيره وانتاج كبير جدا في الثروه السمكيه في مصر والانتاج السمكي، وبالتالي يكون عندنا فائض ان شاء الله، ونتطلع ان التصدير بتاعنا يزيد او يتضاعف عن التصدير الحالي باذن الله تعالى. يعني يمكن في المنتدى بيتم او بالامس كان بيتم مناقشه فكره التغيرات المناخيه وتاثيرها على المجالات المختلفه في الحياه. دكتور صلاح، هل في تاثير مباشر بالتغيرات المناخيه تم رصدها على في مدار السنوات القليله الماضيه على تحديدا الثروه السمكيه او حياه الاسماك وكميه الاسماك في البحيرات وايضا في البحار المختلفه؟ في الحقيقه التغيرات المناخيه هتاثر على العالم كله وهتاثر على كل الانشطه بما فيها الثروه السمكيه.
احنا كل سنه بنعمل دراسات كامله للمياه البحيرات والبحار عندنا، لان في فترات محدده بنحدد فيها وقف للصيد، علشان دلوقتي الفتره دي بتبقى شهر او شهرين او اكثر، بتبقى هي الفتره المثلى لدرجه الحراره المتاحه للاسماك اللي تبدا تعمل عمليه تبويض وتفريخ. فطبقا طبعا للتغير المناخي اللي موجود، احنا بنعدل التواريخ بتاعه ايقاف الصيد في كل البحيرات المصريه والبحر المتوسط والبحر الاحمر طبقا للتغيرات المناخيه اللي موجوده وتغير في درجه الحراره الموجوده، لان احنا عايزين درجه حراره مثلى تكون للاسماك. طبعا في الاف من الانواع من الاسماك بتقوم بعمليه التفريخ في المياه المسطحات المائيه في البحار، وكذلك بالنسبه للبحيرات بتاعتنا. فبنشوف الدرجه المثلى مع التغير المناخي اللي بتتغير من عام لعام، وبنحدد وقفه فتره الصيد والانشطه الخاصه بالمصيد عشان نسمح للاسماك انها تعمل عمليه تفريخ بامثل، لان الفرق السمكه مثلا ممكن تبيض 300 بيضه وممكن تبيض 3000 بيضه، في اسماك بتبيض 1000 ومليون بيضه. فاحنا طبعا كل ما نوفر الظروف الملائمه بالنسبه للميه والمكان اللي في البحيرات او في البحار بالنسبه لانواع الاسماك المناسبه، كل ما كانت نسبه التبويض اعلى، كل ما كانت نسبه الاسبعيات اعلى، كل ما كان الانتاج اعلى وفي زياده ان شاء الله. فكل ده طبعا حاطينه في الاعتبار وبنتابعه بالظبط كده. نعم شكرا جزيلا دكتور صلاح. كل ده بعين الاعتبار وبنحدده من عام الى اخر عشان خاطر يكون متابع. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور صلاح مصلحي رئيس هيئه الثروه السمكيه على انضمامك ووجودك معنا، شكرا لك. ومشاهدينا الكرام، ومن موقع الحدث بمنتدى شباب العالم ننتقل في بث مباشر لكاميرا اكسترا نيوز من مدينه السلام شرم الشيخ للتعرف على فعاليات اليوم الثالث للنسخه الرابعه من منتدى شباب العالم، والمره دي هيكون مع زميلنا همام مجاهد موفد اكسترا نيوز بالمنتدى. صباح الخير عليك يا همام. صباح الخير عليك يا دعاء. صباح الخير عليك يا باسم. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء من هنا من مدينه السلام من مدينه شرم الشيخ. بعد أقل من ساعة ستبدأ فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم. في موضوعات هذا اليوم أو موضوعات هذا اليوم يغلب عليها الطابع الاقتصادي، هناك جلستان رئيسيتان في فعاليات هذا اليوم. الجلسة الرئيسية الأولى ستتحدث عن تجارب تنموية في مواجهة الفقر. لا شك أن التجارب المصرية والتجربة المصرية في مواجهة الفقر وتنمية المجتمعات الريفية والفقيرة سوف تكون على رأس النماذج وعلى رأس التجارب للدول النامية، وتستطيع الدول النامية التعلم ربما من التجربة المصرية فيما يتعلق بتنمية المجتمعات الريفية. الجلسة الثانية وهي الجلسة الرئيسية في هذا اليوم سوف تتحدث عن دور المؤسسات الدولية في دعم التعافي من الجائحة. كما تعلمون أن التعافي من الجائحة وأن الموضوعات المتعلقة بجائحة كورونا والعالم ما بعد جائحة كورونا هو السمت الرئيسي، هو الموضوع الكبير والموضوع الواسع الفضفاض الذي يحمل من بين جانباته العديد من الموضوعات الفرعية المتعلقة بجائحة كورونا وكيفية التعافي من جائحة كورونا. في هذه الجلسة سوف يتم النقاش ويتم تناول كافة المجالات ربما ودور المنظمات الدولية تحديدا البنك الدولي، الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في دعم الدول من التعافي في دعم الدول والمجتمعات للتعافي من جائحة كورونا. كما قلت في البداية الطابع الاقتصادي ربما يغلب على جلسات هذا اليوم. أيضا سيكون هناك جلسة نقاشية تتحدث عن مستقبل العمل وريادة الأعمال في عالم ما بعد جائحة كورونا. كما تعلمون أيضا هناك مساحات شاسعة داخل مقر المنتدى متعلقة بدعم الابتكار والإبداع وعرض مشروعات الشباب وأفكار الشباب، سوف تطرح بعض هذه الموضوعات وهذه النماذج داخل هذه الجلسة. الأمر الآخر أو الموضوع الآخر والجلسة النقاشية الأخرى التي سوف تكون اليوم سوف تكون المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات. نتحدث أيضا عن دور الدول الإقليمية، دور الدول الكبيرة في إعادة الإعمار في دول الصراعات سواء في القارة الأفريقية. هناك دور مصري بارز فيما يحدث أيضا في إعادة الإعمار في غزة كما شاهدنا مؤخرا، وأيضا في عدد من الدول الأفريقية. هذه الجلسة سوف تكون هامة ولها شق سياسي وأيضا لها أبعاد اقتصادية كبيرة. ما يتعلق أيضا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي أو الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي سوف تطرح اليوم سوف تكون هناك جلسة وأظن أنها جلسة هامة للغاية تتحدث عن الأمن الغذائي بعد جائحة كورونا. في هذا الموضوع لا شك أن موضوع الأمن الغذائي هو موضوع هام بالنسبة للبشرية جمعاء. سوف يتم تناول موضوع الأمن الغذائي ما بعد جائحة كورونا وتأثيرات جائحة كورونا على الأمن الغذائي وسلاسل
الإمداد وغيرها من الموضوعات المتعلقة بهذا الموضوع. أما الجلسة الأخيرة في هذا الموضوع إن كانت لا يغلب عليها الطابع الاقتصادي لكنها أظن أنها مهمة أيضا للغاية، تتحدث عن صناعة الفن والمحتوى الثقافي والإعلامي فيما بعد جائحة كورونا. سوف يكون هناك أيضا في هذه الجلسة عدد من الرموز الإعلامية والثقافية والفنية حاضرين داخل هذه الجلسة، وأيضا ليست مصرية فقط بل عربية، وهناك أيضا عدد من رموز الثقافة والفن في دول العالم. دعيني دعاء باسم أحدثكم أو أحدثكما عما حدث بالأمس في المنتدى. بالأمس كانت موضوعات المنتدى 11 جلسة، كانت كل موضوعات المنتدى أو كل جلسات المنتدى كان من بين أهم هذه الجلسات ما يتعلق باستضافة شرم الشيخ لكوب 27 في نوفمبر القادم، قمة المناخ واستعدادات مدينة شرم الشيخ، استعدادات المصرية لاستضافة هذه القمة. الجلسة الافتتاحية بالأمس كانت بعنوان الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية، وحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت لديه كلمة لافتة وتعليقات لافتة في هذا الموضوع. تحدث عن أن الإنسان هو الكائن الوحيد في الأرض هو الذي يؤدي إلى يعني خراب الأرض بما يحدثه من تغيرات مناخية، لكن بيده أيضا مسؤولية إعمار الأرض. كانت هناك أيضا جلسات متعلقة بالرعاية الصحية فيما بعد جائحة كورونا، وربما تبرز أهمية هذه الجلسة في وضع العالم في اهتمام العالمي بمجال الصحة، بالقطاع الصحي، بالرعاية الصحية فيما بعد جائحة كورونا. من بين الجلسات الهامة والهامة في الحقيقة ما حدث من بين الجلسات التي حدثت بالأمس هو نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، وكانت التجربة المصرية الرؤية المصرية لحقوق الإنسان كانت لافتة وواضحة في هذا الشأن، وتم يعني إرسال رسالة بأن لا يجب أن تكون هناك معايير موحدة تنطبق على كل دول العالم فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان. كل مجتمع له خصوصية، كل دولة لها خصوصية فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان وبالظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بهذا المجتمع. أيضا كانت هناك جلسة هامة بالأمس تتعلق بالسلام والأمن بعد جائحة كورونا، تم الحديث وتم النقاش فيما يتعلق بالتنظيمات الإرهابية، بالتنظيمات المتطرفة، بمناطق الصراعات، بدور المنظمات العالمية، بالأمم المتحدة، بغيرها من المنظمات في إرساء وإقرار السلام والأمن العالميين. تم أو في هذه الجلسة تحديدا شارك عدد ونماذج أيضا أو شخصيات عالمية ذو مناصب قيادية كبيرة في العالم. كان هناك أيضا مشاركة من الأمم المتحدة، من منتدى باريس للسلام والأمن، من الاتحاد الأفريقي، من عدد من المنظمات المختلفة المعنية بالسلم والأمن. إجمالا هذا هو اليوم الثالث لهذا المنتدى، غدا طبعا اليوم الأخير واليوم الرابع للمنتدى، لكن فعاليات المنتدى تبدو مستمرة، هناك إقبال كبير من قبل الشباب. دعيني أحدثك دعاء أيضا باسم عما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي وفرتها إدارة المنتدى واللجنة المنظمة للمنتدى في الدخول وفي الخروج وحتى في الجلسات. يتم تعقيم الجلسات والمقاعد داخل الجلسات وقاعات الجلسات ربما أكثر من مرة على مدار اليوم. قبل الجلسات يتم تعقيم القاعة، وبعد الجلسات أيضا يتم تعقيم القاعة. هناك إلزام من قبل الحضور بارتداء القناعات الواقية، الماسكات وخلافه. أيضا هناك العديد من المواد المعقمة والمطهرة متوفرة في كافة أرجاء وأنحاء المنتدى. إليك دعاء باسم. شكرا الزميل همام مجاهد على كل هذه المعلومات، يعني قلت لنا وبينت لنا صورة متكاملة عن كل ما حدث بالأمس وما هو متوقع أن يصير اليوم من فعاليات ومشاركات في هذا المنتدى المهم للغاية. شكرا جزيلا لك. Sonhos vão
الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر تحركت بسرعة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، شدد كمان على أن السنوات الثمانية القادمة مهمة لمجابهة خطر التغيرات المناخية، كما أن هي كمان بتحمل فرصة للاستغناء عن استخدام الوقود الأحفوري باستخدام سيارات تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي. شدد كمان سيادة الرئيس في كلماته خلال جلسة الطريق من غلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية في ثاني أيام منتدى شباب العالم بشرم الشيخ على أن الدولة المصرية تحركت لتحقيق التنمية وتقليل الاعتماد على الوسائل الملوثة للبيئة، على الرغم، ودي نقطة مهمة جدا، أنها لا تشارك بكم كبير في هذا التلوث. الحقيقة أن هو ينضم إلينا لمناقشة كل هذه المعلومات وكل ما جاء في هذه الجلسة بيشرفنا وجود دكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة. صباح الخير لحضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. يعني خليني أنا مش عايز أسأل حضرتك سؤال محدد، حضرتك أكيد تابعت الجلسة بالأمس وتابعت كل ما جاء فيها، ياريت حضرتك تقول لنا أكتر الحاجات اللي أثرت اهتمامك فيها. أكتر حاجة أثرت اهتمامي يعني كلمة حتى الطريق من غلاسكو إلى شرم الشيخ يعني تمام. لأن للأسف الشديد غلاسكو لم ينجح النجاح اللي كنا ننتظره. يعني قبل عقد غلاسكو بيومين انعقدت قمة مجموعة الـ20 تمام. طلعت قرارات هزيلة، بل بالعكس كانت متعارضة مع قرار مع مجابهة التغيرات المناخية. يعني حتى أنطونيو غوتيريش الأمين العام الأمم المتحدة خرج من روما قال أنا أخرج بآمال محبطة وإن لم تكن تدفن بعد. ليه حضرتك المجموعة الـ20؟ يعني استراليا قومت بشكل كبير جدا موضوع تصدير الفحم، والفحم ده وقود أحفوري زي البترول. برضو الدول البترولية برضو لم يعني تخرج بنتائج جيدة، وبالتالي غلاسكو لم يحقق ما كنا نتوقعه. وعشان كده قلنا الطريق من غلاسكو إلى شرم الشيخ أملنا كله إن شاء الله في شرم الشيخ في كوب 27. طيب إن شاء الله تعالى. دكتور علاء، حضرتك وضحت، وده برضو يعني مما لا شك فيه إن هو يعني ناس كتير على علم بهذا الأمر، إن ربما الدول اللي ليها مصالح في الاستخدام الخاص بالوقود الأحفوري أو النفط إذن دي مصلحتها ان يبقى الامر على ما هو عليه. نعم. بس يبقى الامر على ما هو عليه من ضمن برضو ما قيل في كوب 26 ان مش هيبقى في عالم اصلا نتيجه اللي بيحصل في البيئه. أكيد. تعليق حضرتك على الفكره دي، يعني انا بحافظ على مصلحتي وبعد كده اصلا مش هيبقى في حاجه احافظ عليها خالص، طب ازاي؟ للاسف ده فكر يعني منقوص بشكل كبير جدا، يعني لازم العالم كله يتكاتف مع بعضه في مواجهه التغيرات المناخيه. النهارده احنا من الثوره الصناعيه 1970 أو 50 إلى اليوم يعني إحنا زدنا أو درجة الحرارة زادت 1.5 درجة مئوية أو 1.2 تحديدا، يعني بالضبط. نعم. ارتفاع درجة الحرارة ده 1.2 الناس فاكرها قليلة، أدت إلى ذوبان كميات كبيرة جدا من الجليد. ولو عرفنا الأسبوع اللي فات فيه صفيحة جليدية ضخمة في القطب الجنوبي انهارت، معنى كده ان هي هتنتقل المياه الى البحر والمحيطات. بالظبط. ارتفاع منسوب سطح البحر تاثيرها بيحصل بعدها بقد ايه؟ لا بسرعه، يعني احنا النهارده منسوب سطح البحر على مستوى العالم زاد حوالي 30 سم. احنا عندنا منطقه رشيد اتاثرت بشكل كبير جدا، حواف رشيد عندنا احنا فقدنا حوالي 5 كيلومتر 4.9 كيلومتر نتيجه تغير المياه. يعني مصر متاثره جدا بالرغم ان مصر تشارك ب6 يعني اقل من 1% في البعثات الحرارية. ودي يعني نقطة مهمة قوي أستاذ علاء، يعني أول حاجة الأرقام أحياناً بتكون البني آدم المواطن الطبيعي مش قادر أن هو يتخيلها، يعني ما حضرتك تقول مثلاً 30 سنتي زيادة على مستوى منسوب البحر خطير جداً بالنسبة لأي حد يقولك 30 سنتي ده يعني ده مسطرة صغيرة، يعني ده هتفرق إيه في الحياة العامة؟ هتفرق إيه؟ لكن لما بنشوف اللي هي يعني الأمثلة اللي حضرتك بتقولها وبنشوف يعني الحرائق مثلاً، بنشوف قد إيه التغيرات المناخية، درجات الحرارة في الدول المختلفة، فصل الصيف فصل الشتاء، فصل الشتاء حتى مثلاً عندنا في مصر اتأخر جامد أن هو في بداية السنة دي، تغيرات العالم كله الحقيقة بيتأثر بيها. بالضبط. وبالتالي هنا نشر الوعي، فكرة المنتدى ودوره في نشر الوعي بالنسبة لكل المشاركين فيه وكمان إلى كل المواطنين في العالم باعتبار أنه هو حدث عالمي والكل بيتابعه في كل حتة، عشان هنا بتيجي أهمية ضغط الشعوب على حكوماتها علشان تتخذ الإجراءات الصحيحة. بالضبط. خاصة أن الشباب اللي حاضر من 196 دولة ده
شباب مؤثر في مجتمعاته وهو هيبقى قادة الغد. يعني الشباب ده هيبقى قادة الغد. معنى أن السيد الرئيسي النهاردة يعمل أربع قمم في شرم الشيخ أو أربع منتديات، ده الرابع، فده شيء عظيم جدا. أولا بيفهم العالم كله دور مصر المحوري في المنطقة وفي إفريقيا بشكل كبير. زي ما حضرتك قلت 30 سنتي ديت قليلة اللي يدفع، لا ده أنا عندي في مناطق في الدلتا وكان في راس رشيد أقل من نص متر. أقل من نص متر. فالنهاردة الأماكن دي كلها معرضة للغرق. طبعًا. حتى دلتا المسيسيبي برضو في أمريكا، الجزر الموجودة في المحيط كل ده يختفي. اليابان فيها مشاكل، هولندا فيها مشاكل على مستوى العالم. الأعاصير اللي بقت بتحصل بشكل عنيف، يعني طول عمرنا بنسمع عن الأعاصير وساعات بيبقى فيها مشاكل فعلا ووفيات وتدمير، إلا أن دلوقتي بقى حتى المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال كانوا بيقولوا دي أعاصير ما شفناهاش قبل كده. بالضبط. الإكستريم في الحالات دي حتى في درجات الحرارة وحتى في الفيضانات. يعني ألمانيا واجهت فيضانات كبيرة جدا السنة دي، درجات الحرارة مرتفعة جدا، حرقت الغابات اللي هي رئة العالم. واليابان أيضا، اليابان اللي عند الجزائر، حتى في الدول العربية المغرب العربي، في إفريقيا الأمازون دي رئة العالم. معنى أن الحاجات دي كلها نفقدها نتيجة زيادة درجة الحرارة، ده شيء خطير جدا. حتى الجفاف النهاردة في حاجة ممكن تكون رب ضرر للنافع. يعني النهاردة تحرك خط المطر من الجنوب إلى الشمال، بنشوف عندنا أمطار غزيرة دلوقتي في السودان، أمطار غزيرة جدا. خط المطر أنا درسه تحرك حوالي واحد درجة، يعني 110 كيلو متر ناحية الشمال، وإن شاء الله نأمل أنه يقرب مننا تاني. يعني عايزين إحنا المطر طبعا، لأن طبعا. إحنا كنا زمان كان النيل أو منابع النيل كانت على سلسلة جبال بحر الأحمر وكان في منخفض القطار المصب بتاعه. فإن شاء الله تعالى يمكرون ويمكر الله، والله غير مكرين. إن شاء الله تعالى برضو حتى التغيرات المناخية نقلت لنا المطر ناحيتنا شوية، زاد المطر، ولكن برضو في أثار سلبية طبعا كتيرة جدا. طبعا. طيب. بس يمكن عشان كده تحديدا دكتور علاء، أنا يعني ما بحبش قوي كلمة وصف الطقس بطقس سيء أو طقس لما يكون أمطار مثلا غزيرة شوية أو حاجة. دايما الحاجات دي بتبقى يعني برضو قدرية، والحاجات القدرية دايما فيها جزء كبير من الخير إذا ما كانتش كلها خير. فممكن نقول تقلبات جوية بدل ما نقول مثلا طقس سيء أو غيره، لأنه فيها نسبة كبيرة من الخير. حضرتك ذكرت أن مصر بتشارك بنسبة قليلة جدا في التلوث وفي الانغماسات بالضبط، ومع ذلك بيجي الاهتمام المصري كبير. خلينا برضو نوضح للسادة المشاهدين، حد يقول لك طب دي ليه بالنسبة لنا من الأولويات لما احنا كده كده نسبة الانبعاثات عندنا مش كبيرة قوي؟ لأن احنا متأثرين بالتغيرات المناخية. أشكرك. على مستوى العالم. ده اللي عايز اسمعه من حضرتك. ده الرد يعني. طبعا ولازم ندي مثل للعالم كله. يعني احنا النهاردة اتجهنا للطاقة النظيفة، محطة بنبان في أسوان لإنتاج الطاقة النظيفة أو طاقة الكهرباء من الشمس أو الطاقة الشمسية، ومحطات برضو جبل الزيت والزعفرانة اللي هي طاقة الرياح برضو بتطلع منها. حتى مصر بتضرب مثل، يعني أنا دايما أقوله إن عملت غابات في الصعيد نموذج صغير كده، بتقول لهم يا جماعة عايزين الغابات، عايزين الرئة دي، يا عالم قلدونا، احذوا حذو مصر. فمصر بتضرب أمثلة رائعة جدا. السيد الرئيس لما قال ان احنا هننتج سياره كهربائيه في 2023 ان شاء الله، فده برضو شيء عظيم جدا. في بعض الناس يقولوا، في ناس بتخلط على فكره، يقولوا والغاز، الغاز طبعا افضل من البنزين، ولكن برضو هو وقود احفوري، هو يقلل نسبه الرصاص كبيره، ولكن برضو في الاخر بيطلع ثاني اكسيد الكربون. تمام. فاهم حاجه ان احنا نهتم بالطاقة النظيفة في السيارات الكهربائية. طيب حضرتك من ضمن اللي ذكرته فكرة غابة صغيرة، فكرة الرئة الخاصة بالعالم، يعني الزرع يساوي الرئة، كمان المدن الجديدة بمثابة الرئة أيضا، أن يعني يبقى فيه مساحات مختلفة، يبقى فيه مساحة منزرعة ما عدناش بنشوفها دلوقتي. احنا كل الناس تركيزها وشغلها الشاغل في أن يبقى فيه مباني، والمبنى ملاصق للمبنى ملاصق للمبنى. المدن الجديدة كده نتيجة بقى لكل اللي مصر بتقوم بيه ده، وكون ان احنا نبقى مثل للدول الاخرى، لان اصلا احنا غير مضرين للبيئة بنسبة تذكر، ومع ذلك بنقوم بكل هذا العمل. توقعاتك بقى لكوب 27، الدول كلها سواء المضرة للبيئة او المضرورة من ضرر البيئة تبقى حاضرة، مصر مثل يحتذى به، توقعاتك ليه؟ انا متوقع ان شاء الله كوب 27 عندنا هيحقق النتائج التي فشلنا فيها في كوب 26، خاصة إن في دول ما جاتش زي الصين وروسيا، ما وصلتش أساسا. يعني
الصين النهارده هي قالت انا هقلل البعثات الحراريه. اعتقد علاقات السيد الرئيس والعلاقات المصريه او السياسه الخارجيه لمصر هتاثر بشكل كبير جدا على دول كتيره جدا. احنا لينا صداقات مع الصين بشكل كويس جدا ولينا مع روسيا ولينا مع العالم كله، وبالتالي هيكون تاثير مصر ان شاء الله في كوب 27 افضل بكثير من اللي حصل في جلاسكو. نعم. طب هل في اليه معينه دكتور علاء ممكن ان هو بيتم بيها رصد مدى التزام الدول المختلفة لما بتقدم وعود أو بتمضي على اتفاقيات فيما يخص انبعاثات الغاز الكربون، ثاني أكسيد الكربون أو غيره، في آلية لرصد هذه الأمور وأن هو يتم التأكد فعلا من مدى التزامهم بيها؟ في طبعا آليات للرصد كتيرة يعني ثاني أكسيد الكربون كان قبل الثورة الصناعية كان ما دون 200 جزء في المليون، النهاردة وصل 430 جزء في المليون. تقاس طبعا في محطات لقياس الاوزون لقياس ثاني اكسيد الكربون في منتشر على مستوى العالم كله، في مؤسسه الحكوميه الدوليه معلش عفوا القراءات بتاعتها والنتائج بتاعتها بيتم نشرها، يعني مين المسؤول عنها؟ بيتم ان هو العالم كله بيعرفها. وعندي مؤسسه الطقس برضه على مستوى العالم يعني الاي بي سي سي كل مره بتقول، وحتى بتقول مشاركه الدول في الانبعاثات الحراريه قد ايه. تمام. فلا ده موجوده والعالم يعني النهارده هيحس بالمشكلة فهيضطر غصب عنه ان هو يلجأ الى هو الموضوع رصده. كمان في امر تاني ربما يعني سيادة الرئيس كثيرا ما اكد عليه في كوب 26 ان ضرورة مساعدة الدول النامية في ان هي تقوم بفكرة الاقتصاد الاخضر وتقوم بفكرة الطاقة النظيفة والتزامات الدول المتقدمة تجاه الدول النامية. بالظبط. أهمية هذا الأمر لأن فعلا إحنا زمان كنا بنسمع كلمة إنه عالم واحد نقول طيب ماشي تمام ما فيش مشكلة يعني، طب يا جماعة حافظوا على الأوزون، تلاقي الناس قاعدة تقول هو فين الأوزون، هو ماله، إيه ثقب الأوزون وما شابه. دلوقتي الناس خلاص بقى عرفت إنه عالم واحد بجد. أيوة. هذا حصل وعلى أرض الواقع عرفنا مشكلتنا مع المناخ وقد إيه إحنا بنضر بالبيئة. إلى أي مدى بالفعل من المهم ان الدول المتقدمه اللي هي مسببه رئيسيه ان هي تساعد الدول الناميه اللي بتاخد الضرر بس تقريبا اللي هي حضرتك ال 100 مليار دولار سنويا اللي السيد الرئيس قال ان التزامات الدول الناميه بمجابهه التغيرات المناخيه مرهون، الكلمه مرهون بتقديم الدعم المادي له وليس قروض تسدد. تمام. دعم وليس على شكل قروض. تمام. السيد الرئيس قالها بشكل واضح يعني. نعم. ودي نقطة مهمة قوي. طيب معلش برضو نعرف من حضرتك نقطة بنسمعها كثيرا ويمكن مش كل الناس عارفاها، الاقتصاد الأخضر. إيه هو المقصود بالاقتصاد الأخضر وإيه مدى تطبيقه بالنسبة لنا عندنا هنا في مصر؟ الاقتصاد الأخضر هو إجراء أي عملية أو حتى لو كانت صناعية بما لا يضر بالبيئة. تمام. يعني الزراعة إذا كنا نزرع ده اقتصاد أخضر واضح يعني. إذا هنزرع مساحات كبيرة جدا تساعدنا في الحفاظ على البيئة والحفاظ على التوازن الكربوني الموجود على الأرض. تمام. حتى لو بعمل مصنع، لو بعمل مصنع النهاردة والمصنع ده بيطلع لي إميشن قليل فده من نوع من أنواع الاقتصاد الأخضر. تمام. يعني مش مرتبط بالزراعة لكن مرتبط بأي نشاط يخلي لو نقدر نخليه زيرو كربون يبقى كويس، لكن يقلل من انبعاثات و ثاني اكسيد الكربون. وكمان التحول الى الاقتصاد الاخضر يعني البعض كان معتقد ان ربما ده يوقف سوق العمل الى حد ما، لكن بما ان هو برضه بيحتاج مشروعات فهو بيفتح باب لاسواق العمل المختلفه. هيفتح يا فندم فعلا اكثر من 10 مليون وظيفه في الولايات المتحده بس. نعم. يعني مش في العالم كله طبعا. طب هيفتح مجالات. السؤال الثاني بقى. نعم. كتب الجغرافيا والحديث عن الطقس الخاص بكل دوله، هل اصبحنا في حاجه لان احنا نغير بقى مواصفات الطقس الخاص بكل دوله؟ انا مش بتكلم على مصر بس، انا بتكلم على ان العالم كله الطقس تغير فيه. هل احنا فعلا اصبحنا في حاجه لان نغير المعلومه؟ عايزين نفرق بين كلمه الطقس وتغير مناخي. تغير مناخي الطقس ده تغير في الحراره والامطار والظروف الجويه في فتره قليله. تمام. اما التغيرات المناخيه على مدى طويل. طيب تمام. فطبعا لازم نعمل جميعا على يعني على الأقل المحافظة على درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية لغاية سنة 2030، وبعد كده نخلي الزيرو إميشن لغاية 2050، وإلا العالم هيفنى على فكرة. لا هو سؤالي يا دكتور على أساس إن إلى أي مدى إحنا تغيرنا؟ يعني هل إحنا تغيرنا لدرجة إن حتى المعلومات اللي موجودة في الكتب على مستوى العالم محتاجة بقى إن هي خلاص تتغير؟ أكيد أكيد. لازم يكون حتى في مناهجنا الدراسية للطلبة نركز على موضوع التغيرات المناخيه.
ضروري طبعًا. ضروري ضروري لا يعني حار رطب دافئ مشمس وتغيرت كل ده المفروض ان هو خلاص بقى يعني النهارده الشتاء بتيجي يوم حر ويجي يوم برد قوي ويجي لا لا بقى الموضوع بقى اكستريم طيب المطر القاهره الجديده ما كانش بيزعل امطار خالص بيزعل كميه كبيره جدا النهارده المدن الساحليه بتغرق من الميه لا في تغير واضح جدا وده تغير مناخي وليس تغير طقس نعم امبارح برضو من الحاجات اللي تم تناولها في هذه الجلسة وأيضا من النقاط اللي تحدث فيها السيد الرئيس كان على السيارة الكهربائية زي ما حضرتك ذكرت في سنة 2023 بداية إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية أو في مصر والنقطة الثانية كانت برضو الإحلال السيارات اللي بتعمل بالوقود اللي هو البنزين وغيره عفوا مش البنزين أقصد اللي هي بتعمل بالسولار وغيره إلى أن هي تتحول أن هي تعمل بالغاز الطبيعي وحتى اللي هي بتعمل بالبنزين لو تحولت للغاز الطبيعي حضرتك قلت أن هي دي مش هتقضي تماما على الانبعاثات ولكن هتقلل منها الفرق هنا وإحنا بنتكلم على قرابة أكتر من 8 مليون سيارة في مصر يعمل فرق كبير على العدد ده طبعا اكيد هيعمل فرق ولكن انا برضو ارجح انا حضرتك بنشوف ان السيد الرئيس كل فتره يطالعنا ان هو يخرج مجموعه من الشباب وبدرجات يا ريت نعمل هذا الكلام يا ريت نستخدم دراجات زي بره رؤساء وزراء بره بيستخدموا دراجات يا ريت فعلا برضو النقل الجماعي ونوفر عربتنا شويه كل الكلام ده هيقلل لكن عايز اقول عفوا كنت معانا مره في مداخله برضو شرفتنا هنا او كنت مشرفنا بوجودك هنا وكنت بتتحدث برضو عن فكره المشي والدراجات وان هو لو في حاره مخصصه للدراجات ان ده كان موجود زمان وان هو ممكن يعود الاستخدام ليه لو بس في اماكن امنه ليه يا ريت النهارده ما شاء الله احنا شايفين الطرق واسعه ابتدت تتوسع حتى ممكن نعمل برضو قلنا تراك للدراجات وننزل اوروبا ما اوروبا كده نعم ربما بيستخدموا السيارات على فكره في اقل الحدود ده حقيقي نعم. اغلب الاعتماد هو على الدرجات يعني الحد درجات او وسائل النقل الجماعي يعني لو في حاله ان هو اماكن بعيده نعم. شكرا عموما بالتاكيد ان الحديث عن التغير المناخي لا ينتهي ودائما ما للحديث بقيه لكن دايما الوقت برضو ودي الكلمة الطبيعية الوقت يداهمنا دكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة شكرا جزيلا على حضور حضرتك شرفتنا ونورتنا كالعادة دكتور شكرا دلوقتي نخرج لفاصل قصير ونرجع بعده نستكمل باقي ما تبقى لنا في هذه التغطية مع حضراتكم الأب ونفس
أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا. تعالوا نشوف دلوقتي الحالة المرورية في الشوارع المختلفة، شوارع القاهرة الكبرى، من مقر الإدارة العامة للمرور مع زميل مراسلنا عماد. تفضل يعني. أهلا بك باسم. كما تعلم بأن اليوم الأربعاء يعني هو الكثير من المواطنين يعني يترددون على الشوارع المختلفة والمناطق الكثيرة، فمتابعة الحالة المرورية من مختلف الشوارع ربما بتحظى باهتمام كبير للكثير من المواطنين، وربما ما لاحظناه حتى الآن من خلال الشاشات المثبتة هنا بالإدارة العامة للمرور هو الانسيابية الكبيرة في معظم الأنحاء والمناطق المختلفة، وربما هذا ما تبينه الشاشة. لو هنبدأ الحديث هنا من منطقة الأمن المركزي في على محور 26 من يوليو للقادم من 6 أكتوبر إلى منطقة وسط البلد وميدان لبنان، بيشهد انسيابية مرورية كما تبين الصورة، والاتجاه العكس أيضا للقادم من منطقة وسط البلد وميدان لبنان إلى 6 أكتوبر بيشهد انسيابية مرورية في هذه المنطقة. هنا محور بن زايد في العاصمة الإدارية الجديدة كما نشاهد أيضا بانسيابية مرورية في كلا الاتجاهين، وكما نشاهد أيضا منطقة إدارة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية والبرج الأيقوني بيشمخ، هناك الأعمال هناك تقام يعني على قدم وساق كما تبين الصورة. هنا أيضا طريق السويس، هذا الطريق يعني كما تبين الصورة بيشهد انسيابية مرورية كبيرة في كلا الاتجاهين. نتذكر يعني الشكل القديم لهذا الطريق، ولكن نظرا للتوسعات الكبيرة التي طالت هذا الطريق والتوسعات اللي في معظم الاتجاهات انعكست بشكل ملحوظ على هذا الطريق. هنا أيضا محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان إلى نزلة الصحراوي أيضا بيشهد انسيابية مرورية، والعكس أيضا للقادم من 6 أكتوبر إلى منطقة ميدان لبنان بيشهد انسيابية مرورية كبيرة. هنا أيضا يعني للقادم من أكتوبر أو القادم من الدائري عفوا إلى نزلة الصحراوي من أعلى الدائري أو نزلة الرماية من أعلى الدائري بيشهد انسيابية مرورية كبيرة، وأيضا للقادم من أكتوبر في الاتجاه العكسي من ناحية المتحف المصري الكبير بيشهد أيضا انسيابية مرورية كبيرة. يعني لو يعني معظم الطرق كما يعني تشاهدون أيضا هنا يعني محور رود الفرج تقاطع مع الدائري بيشهد انسيابية مرورية كبيرة، وأيضا هنا أيضا يعني في منطقة البحر الأعظم للقادم من القاهرة الجديدة إلى المريوطية بيشهد انسيابية مرورية كبيرة، والعكس أيضا للقادم من اتجاه المريوطية إلى القاهرة الجديدة، ولكن عدا منطقة واحدة هي اللي بتبينها معنا الصورة بتشهد يعني كثافة مرورية متوسطة نظرا للتوسعات اللي بتحدث في هذه المنطقة من للقادم من أكتوبر إلى نزلة الصعيد أو بشكل خاص نزلة المنيب في هذه المنطقة. يعني كما لاحظنا بأن الصورة تبين بأن هناك انسيابية مرورية في معظم المناطق، ربما يعود هذا بفضل التوسعات الكبيرة التي طالت معظم المحاور والطرق الرئيسية في مختلف أنحاء المحافظات، ولكن أيضا تابعنا بشكل كبير الجهد الكبير اللي بيبذله رجال المرور هنا في الإدارة العامة للمرور لمتابعة الحالة المرورية في الشوارع والوقوف على أي طارئ في والتعامل معه بشكل فوري. إليك مرة أخرى. شكرا جزيلا لك الزميل أيمن عماد، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. ومشاهدينا الكرام، بالتأكيد أن الإعلام الدولي لفت انتباهه جدا منتدى شباب العالم من قبل ما يبتدي أصلا. نتيجة لكده وصل الإعلام الدولي اهتمامه الواسع بفعاليات منتدى شباب العالم، وعدت الهيئة العامة للاستعلامات تقرير حول تناول الإعلام الدولي لفعاليات النسخة الرابعة من المنتدى، حيث تم التركيز على حرص المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف على إظهار الاهتمام بالمنتدى من خلال تقديم التهنئة لمصر بانعقاد الدورة الجديدة لمنتدى شباب العالم برعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإطلاق منصة شباب بلد، ونشر مقطع مصور باللغة الإنجليزية مصحوب بترجمة عربية تضمن ذلك اهتمام الإعلام العربي بتصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وعدد من المسؤولين الدوليين حول موضوعات المنتدى، ومنها تأكيد سيادة الرئيس على قوة الدفع الهائلة التي تشكلت في مجال البحث العلمي والتعامل مع اللقاحات والمنظمات أو المنظومات الصحية وضرورة تمكين الشباب من سوق العمل مع تقليل العوائق الاقتصادية التي تعترضهم والتزام مجموعة البنك الدولي بخلق واستدامة المساحات لتبادل الأفكار مع الشباب.
الحقيقة أن كل هذا يحدث في الموضوعات الملحة اللي بتواجه الجيل الجديد، وأبرز الإعلام الأمريكي كلمة الرئيس السيسي حول البرنامج الاقتصادي المصري والتحديات اللي واجهت مصر في إدارته، لا سيما مع انتشار جائحة كورونا. طيب للمزيد بينضم إلينا هاتفيا دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور كريم. أهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك تابعت إزاي اهتمام الإعلام العالمي والعربي وغيره بكلام والفعاليات المختلفة، كلام طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمداخلات أثناء إلقاء الحديث، وأيضا الفعاليات المختلفة والتوصيات التي كانت تنتج عن كل جلسة نقاشية؟ طبعا يعني احنا بنتكلم عن فعالية دولية شبابية، يعني يمكن علشان الطابع الشبابي يغلب عليها، ويمكن يعني يمكن احنا هنا بنشوف لأول مرة، او يعني انا يمكن ما عصرتش وما شفتش ان في حدث دولي شبابي ان رئيس دولة بيجتمع بكل شباب العالم، ويبتدوا الشباب اللي احنا دايما بنعتبرهم هم عصب الأمة، وان مثلا دولة زي مصر عدد نسبة الشباب فيها من 15-45 يمكن بيوصل ل60% من عدد السكان، وبالتالي ان الجيل الشباب الحالي نقدر نقول عليه محظوظ ان هو اصبح يساهم بشكل مباشر في الحياة السياسية والحياة الاقتصادية بمصر. يعني الحدث الدولي تعليقا على كلام حضرتك دكتور كريم، أو تأكيدا كمان لكلام حضرتك، هو أن الإعلام الأسيوي يركز على تصريحات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشباب بضرورة أن يكون لدينا عالم يعترف بالشباب وقدراتهم كعامل من عوامل التغيير. طبعا بالفعل احنا زي ما حضرتك اشرتي ان العام ورا عام ابتدى يعني اللي نظم الحدث ده، يعني احنا بنقول النسخه الرابعه، اصبح لدينا شباب مؤهل وكفء انه بينظم حدث وفعاليه دوليه بالشكل المبهر اللي احنا شفناه ده. كنا قبل كده من بضعه سنوات كنا ما بنشوفش الاحداث دي الا الفعاليات دي الا بره في دول خارجيه، في دول اسيويه اوروبيه، ولكن اصبح لدينا في ارض مصر مدينه شرم الشيخ مدينه السلام حدث فعالية دولية بينظمها الشباب. على فكرة يعني نقدر نقول احنا لدينا احدى انماط السياحة الغير تقليدية والحديثة، سياحة المؤتمرات والمعارض كمان، يعني انك انت يكون لديك القدرة انك تنظم حدث وفعالية تنظيم مبهر بالشكل ده، ده يفتح الطريق والمجال لمصر ان هي تنظم مزيدا من الفعاليات الدولية، خاصة ان الفعالية دي عدد المشاركين فيها كتير، يعني بتجاوز ال4000 او ال5000 سواء النسخ دي والنسخ السابقة، اكتساب الثقة واكتساب مزيدا من الخبرات في هذا النوع من الفعاليات. اما بالنسبه للجلسات، فالجلسات والمحاور كمان هي جلسات ومحاور تعبر عن يعني عن المشاكل الدوليه اللي بتصيب العالم. كمان احنا هنا نتحدث عن الرئيس المصري ورئيس من طراز فريد يحمل هم العالم اجمع، قضايا المناخ طبعا نقدر نقول عليها قضايا ملحه، يعني احنا دائما كان الفعاليه دي ابتدت تناقش حاجتين، تاثير كورونا او الكوفيد على الاقتصادات والاسواق الناشئه وازاي نخرج منها، وعلى الدول الناميه والافريقيه، وايضا اثر المناخ يمكن تاثير كوفيد وتاثير الامراض والاوبئه على الاقتصاد هو حديث نسبيا، يعني نتيجه الظروف الطارئه اللي مرينا بيها في 2020، على عكس المناخ اللي هو ابتدى اللي يعني الخبراء والمتابعين والمتخصصين ينبهوا لازمه المناخ من فتره التسعينيات، وان خلال 100 عام ممكن تكون يعني درجه الحراره في الارض يعني تبقى معاها مستحيله العيشه، وان الخسائر الفادحه لتصيب اقتصادات العالم. ويمكن الرئيس ايضا تحدث في هذه النقطه دي، خاصه واحنا مصر خلاص تقترب في عام 2022 هننظم حدث دولي اخر وهو قمه المناخ. كمان يعني القضايا الدوليه الشائكه، في بعض القضايا الدوليه الشائكه، ونقدر نقول ان مصر ابتدت تنقل القضايا دي من اطار محلي الى اطار خارجي، ولما محتاجين مزيدا من التعاون الدولي زي قضيه الارهاب، ودي قضيه اصبحت قضيه دوليه ليست قضيه داخليه فقط، وتغير المناخ هي قضيه دوليه، وبالفعل قضايا المناخ ايضا ابتدينا نرسلنا قضيه دوليه، ويجب ان ابتدت في رساله بيرسلها المؤتمر وشباب المؤتمر لدول العالم والدول المتقدمه، انتوا المساهم الاكبر في التلوث، وانتوا المساهم الاكبر في زياده درجه حراره الارض، وان الدول اللي هي مطله على الشواطئ ومنها مصر مثلا على سبيل المثال من اكثر الدول تضررا لو زاد منسوب البحر زي هو متوقع خلال ال10 سنوات القادمه، لان احنا بنطل على بحرين، فده محتاج مزيدا من التعاون الدولي لخفض درجه حراره الارض او نحافظ على مستوى درجتين حراريتين. هو دكتور كريم كمان في حاجه يمكن حتى كنا بنناقشها مع ضيفنا الكريم اللي كان منورنا في الاستوديو، فكره ان مصر قايمه باللي عليها اكتر من اللازم، كمان اكتر من اللي عليها فيما يتعلق بالاقتصاد الاخضر وفيما يتعلق بالطاقه النظيفه
وهي هتستضيف المفروض كوب 27، وفي نفس الوقت مصر يعني لا تعتبر ملوثة للبيئة. كون ان كوب 27 يبقى في مثل هذا البلد اللي بيقوم بكل هذه الاجراءات في الوقت اللي هو اصلا المفروض لا يلقى عليه اللوم ان لم يقم بهذه الاجراءات، ردود افعال الدول اللي بتقوم بتلويث البيئه ولا تقوم بكل هذه الاجراءات المفروض يبقى ايه وهي حاضره مثل هذا المؤتمر؟ توقعاتك لان هذه الدول هتعمل ايه بعدها؟ طبعا انا هنا بتوقف عند كلمه السيد الرئيس او جمله قالها ان الاقتصاد الاخضر يجب ان يكون اسلوب حياه. يعني احنا هنبتدي او الاتجاه العالمي الجديد نحو التنميه المستدامه، يعني التنميه المستدامه دي كلمه احنا دايما بنسمعها. كمان مصر ليها السبق في الاهتمام بالبيئه، احنا دائما لو نرجع للوراء في 2015 لما وضعنا خطه التنميه المستدامه 2030 للذي لا يعلم، يعني ان هي كانت خطه بتهتم بالاقتصاد، ليها بعد اقتصادي وبعد اجتماعي وايضا البعد الثالث هو بعد بيئي بالتوازي مع البعدين الاولين، وبالتالي انت هنا البعد البيئي هو مهم لدى الدوله المصريه من اوائل الدول اللي ابتدت او فطنت الى اهميه العمل في المجال او في الاقتصاد البيئي، لان احنا هنا بنتكلم نقول اقتصاد بيئي او تنميه مستدامه اللي احنا بنشتغل في الاقتصاد بدون ان نجور على البيئه، بدون ان نهدر حق الاجيال القادمه. يعني انت في هنا نقدر نقول في مهمه او في نقول مسؤوليه كبيره تقع على عاتق الدول اللي هي بنقدر تتحمل مسؤوليه دوليه اتجاه هذا الملف الحيوي الهام، ان زي ما قلت استاذ الرئيس الكلمه ان ده هيبقى اسلوب حياه، بمعنى ان احنا نبتدي نتعامل مع الاقتصاد ونتعامل مع الانشطه الاقتصاديه بشكل محافظ على البيئه، لان تكاليف تلويث البيئه، تلوث البيئه وتلوث التربه والمياه اصبحت عاليه جدا جدا جدا. يعني على سبيل المثال، يعني يمكن كثير من المواطنين بينظر الى قضيه البيئه كانها قضيه فرعيه او قضيه ترفيهيه، لا طبعا ده هي قضيه اساسيه في حياه المواطنين وقضيه اساسيه في الاقتصاد. على سبيل المثال ملف الصحه، يمكن البعض يظن ان الخدمات الصحيه المقدمه هي فقط خدمات صحيه مرتبطه انك يعني خاصه بالعلاج والتشخيص، لا طبعا هو الموضوع ليه بعد اكثر من كده. الصحه الجيده هي مرتبطه اولا بالسكن الملائم الصحي الجيد، احنا الخدمات الصحيه المقدمه هي مرتبطه بالبيئه النظيفه المحيطه بيك، مرتبطه بمياه الشرب الصالحه للشرب اللي بتجيلك، مرتبطه بالسلامه البدنيه والدماغيه للمواطن، مرتبطه بالاكل الصحي المتنوع السليم، كل دي مرتبطه بالصحه الجيده. احنا ليس فقط الاهتمام بالخدمات الصحية والمقدمة هي مرتبطة فقط ببناء مستشفيات وأجهزة وخلافه، ولكن ده في جزء من الخدمات الصحية انك انت بتبقى في جهات بتراقب ما قبل المرض. يعني انت نصل احنا ان في جهات بيكون مسؤوليتها تمنع المرض قبل ما ينتشر وقبل ما يوصل للمواطن، الوقاية، ثقافة الوقاية لدى المواطنين، وده بيكون عن طريق الحفاظ على البيئة. يعني لما اشار سيادة الرئيس الى تطهير الترع والمصارف والبحيرات، ما هي دي كانت بتلوث البيئه، ليها اثر سيء على البيئه وعلى المواطنين، لان الاماكن دي في مواطنين مرتبطين بيها. لما نيجي نقوم بعمليه تبطين الترع فاكيد بنحافظ على المياه نظيفه وتصل الى الارض بشكل صحي وسليم، كل دي امور مرتبطه بالبيئه. ايضا ثقافه الطاقه، الطاقة طبعا بحكم انها من اكبر الملوثات للبيئة، والمحروقات السيارات والبنزين والبترول وخلافه، نحن الان اتجهنا الى مزيج الطاقة المتجددة وزيادة نسبتها من الشبكة القومية للكهرباء من 20%، الان احنا وصلنا 20% على ولدينا خطة انها تصل الى 42% على 2035. دي طاقة متجددة طبعا وفيها استثمارات بعشرات المليارات، محطة بنبان في اسوان، محطات الطاقة الرياح، توليد كهرباء من الرياح في البحر الاحمر في الزعفرانه وخلافه. نعم. ايضا مصر كانت دكتور من دكتور كريم معلش بس علشان يعني النقطه دي مهمه بس، ولو يعني حضرتك تقول لنا الرد بشكل موجز بعد اذنك، ان الاقتصاد دايما هو اللي بيحرك السياسه في العالم كله، وفكره ان هو الاقتصاد ما بيتحركش من نفسه، لازم يكون في خسائر او لازم يلاقي ان هو داخل على خسائر علشان يغير من السياسات اللي موجوده اللي هي ازاي يتعامل مع الامور، واحنا بنتكلم على التغير المناخي. هل في امل من خلال هذه المؤتمرات والمنتديات ان هو يبقى في نشر لوعي اكبر بحيث ان هو يبقى في تاثير مرادي من السياسه على الاقتصاد علشان يتم تغيير الطرق اللي بيتم التعامل بيها؟
طبعا يعني لا هو بصفه عامه السياسه والاقتصاد كل من هما لهم تاثير متبادل على الاخر، ما نقدرش نقول حاجه فيهم بتقود الاخر، ولكن هما واجهان لعمله واحده. ولكن احنا بنقول المؤتمرات دي احنا بنقول الشباب وبنحمل عليهم امال ايضا، يعني هذا الكم الكبير من المتخصصين والخبراء من كل دول العالم، وايضا الحضور والتواجد في هذا المؤتمر سواء بالشكل الافتراضي او عن طريق الفيديو كونفرنس او بالحضور التواجد الشخصي في المؤتمر، ده يدل على انه يعني في اهتمام دولي بيه. كمان ان القضايا او الجلسات بتطرح للمناقشه بشكل علمي ودقيق، وفي دراسات وابحاث بتتحدث في هذا المجال، وفي النهايه في توصيات كل لجنه وكل ورشه بتصدرها وبترسلها الى، نقدر نقول ان بحكم الامم المتحده اعترفت بمنتدى الشباب كانه منصه دوليه، فاكيد تلك التوصيات بيتم وضعها في الاعتبار. ولدينا اختبار اخر قمه المناخ، واكيد التوصيات الخاصه بجلسه المناخ اللي احنا شفناها امبارح اكيد هيكون ليها دور فعال ان مصر هي تتبنى تلك التوصيات وتحاول يعني تكون ليها اسلوب دبلوماسيه ناعمه ان نخلي الدول الكبرى تنفذ تلك التوصيات ونصل الى الحلم اللي احنا منشود، الحفاظ على البيئه وتقليل درجة الاحتباس الحراري في دول العالم بإذن الله. دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام، هذا الجزء من هذه التغطية قد انتهى، وجزيل الشكر بالتأكيد ليك يا باسم. جزيل الشكر ليك يا دعاء. لكن التغطية بالتأكيد مستمرة. تفضل. بالتأكيد هي مستمرة، لأن المنتدى دايما على مدار اليوم في دايما جديد، كل شوية في ما بين الجلسات، ما بين النقاشات المختلفة، ما بين تبادل وجهات النظر، ما بين الفعاليات المختلفة حتى اللي بيتم اللي بتبقى موجودة على مدار اليوم. وبالتالي التغطية مستمرة، ودايما معانا الزملاء الأعزاء موجودين من اكسترا نيوز، طبعا موجودين في المنتدى في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام، بينقلون دايما كل الجديد وكل ما بيحدث يعني آنيا دايما، وبالتالي دايما هنكون مع حضراتكم عارفين كل اللي بيحصل لحظة بلحظة بإذن الله. إن شاء الله إلى اللقاء. Juntos de novo مسافة واضحة ومتشافة، وقته عشناه كان أملي كبير نرجع يوم ونعيد الأيام اللي بدأناه ورسمناه في بلاد الأحلام.